مشاهدينا الكرام احبائي الرياضه على الوطنيه الثانيه، اهلا وسهلا مرحبا بكم الى عدد جديد من رابط اثنين في حلقه اليوم ان شاء الله متابعه العشر مباريات اللي دارت في اطار الجوله الثانيه لمرحله الذهاب في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه، جوله تسجلوا خلالها 19 هدف من 10 في المجموعه الاولى وتسعه اهداف في المجموعه الثانيه، والحصيلة ترتفع هكا إلى 45 هدف بالتمام والكمال ما بين الجولة الأولى والجولة الثانية، وهي أفضل حصيلة تعرفها بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الزوز جولات الأولى. بطولة تلوح هجومية كما حكيت الأسبوع الفارط، حاجة إيجابية لكن الحاجة السلبية سبعة ورقات حمراء برشا في 10 مباريات، الحصيلة معناتها أكثر من النصف بعد ما كنا سجلنا 6 ورقات حمراء الأسبوع الفارط. التشكيلة الأساسية لفريق رابطة الثانية حاضرة الكل، مرحبا بك ماهر. مرحبا محمد علي. سي صالح حسماتي مرحبا بك. مع السلامة ومرحبا. مرحبا. وعادل زهمول في المافيولا مرحبا بك. مرحبا بك محمد علي. قلت باش نشاهدوا مع بعضنا العشرة مباريات كامله للجوله الثانيه لبطوله الرابطه المحترفه الثانيه، فقط بين قوسين فريق جندوبه الرياضيه استاءوا الاسبوع الفارط لان ما كناش حاضرين في جندوبه في الجوله الاولى وما صورناش مباراه جندوبه الرياضيه واتحاد سبيتلا. راهو صعيب برشا انك تصور العشرة مباريات بالتمام والكمال وقت اللي تكون فما مباريات من الرابطه المحترفه الاولى في نفس اليوم، عندك ايضا مباريات كره السله، مباريات كره اليد، يعني تقريبا مستحيل ان نغطيو المباريات العشرة، نحاولوا نغطيو اقصى ما يمكن مباريات اليوم. وقت اللي ما عندناش مباريات نتاع الرابطه المحترفه الاولى العشرة مباريات كامله موجوده عندنا في حصتنا، ما عندناش حتى تمييز ما بين فريق وفريق اخر، ان شاء الله الفرق الكل تتحصل على حقوقها، الفرق الكل نمشوا لها ونصوروها وكما قلت ما نميزوا ما بين حتى فريق وفريق اخر، نتاسف على الاطاله فقط لانه بلغنا استياء احباء جندوبه الرياضيه ومسيريها والجمهور الرياضي في جندوبه فقط لانه العوده عوده جندوبه الرياضيه للملعب نتاعها بعد 5 سنوات، ونتذكر الموسم الفارط كنا حكينا برشا على الظروف الصعيبه اللي تعيشها جندوبه الرياضيه وطالبنا بانه جندوبه الرياضيه يرجع الملعب نتاعو، والحمد لله جندوبه الرياضيه عادت لملعبها وان شاء الله نكونوا حاضرين في ملعب جندوبه ونشوفوا ونشاهدوا التطورات والتحسينات اللي طرات على الملعب هذا. اول مباراه باش نشاهدوها باش نبعدوا برشا على جندوبه، مباراه اولمبيك الكيف الملعب الرياضي الصفاقسي، اللقاء رقم 15 بين الفريقين، ومنذ 1990 لم ينتصر الملعب الصفاقسي كضيف على اولمبيك الكيف. المباراه مع حسين الكريمي، حسن الكريمي، سمير برزيق وتركيب هاله ليلي. على ارضيه ملعب الكيف الاولمبيك يستضيف الملعب الرياضي الصفاقسي في مباراه التاكيد للفريقين بعد انتصار الكافية في الجولة الأولى أمام جرومبيليا الرياضية وعودة أبناء عاصمة الجنوب بتعادل ثمين من ملعب جرزونة. اللقاء ينطلق بقوة من جانب المحليين وثلاثة دقائق لعب، كرة دور مليح في مناطق الملعب الرياضي الصفاقسي ومهدي العلوي يغالط بن عويشة ويمنح التفوق للمحليين. أولمبيك الكاف يواصل الضغط وطارق التليلي يتسرب من اليمين يصوب بقوة والكرة فوق المرمى بقليل. الدقيقة 17 ركنية لأولمبيك الكاف ومنعم الرماح في التنفيذ، كرة كادت تمنح الهدف الثاني لأبناء منير بن خميس. ثم هجوم سريع للملعب الصفاقسي يقوده بلال الورفلي، كرة توصل لعماد جابر اللي يخطئ المرمى رغم موقعه المناسب للتهديف. نصف ساعة لعب، كرة طويلة داخل مناطق جزاء أولمبيك الكاف، سوء تفاهم بين الحارس وخط الدفاع وعماد جابر يسقط داخل مناطق الجزاء والحكم يأمر بمواصلة اللعب. في الشوط الثاني أولمبيك الكاف يأخذ بزمام المبادرة وكرة طويلة في دفاع الضيوف، طارق تليلي يسقط في مناطق 18 متر يطالب بضربة جزاء والحكم يأمر بمواصلة اللعب. ثم نفس اللاعب وجه لوجه وفرصة مضاعفة النتيجة تضيع من جديد على المحليين. وعلاء الدين الفاهم في أول لمس للكرة كاد يضعف النتيجة لكن الكرة تصطدم بالقائم، مخالفة للضيوف والفاهم يخرج كرة كانت في طريقها للشباك وكرة توصل للورفلي اللي يصوب بقوة والكرة فوق المرمى. الملعب الصفاقسي وصل الضغط ودفاع المحليين أمام الثنائي مروان وحادة وعماد جابر يتألق ويحافظ على عذارة الشباك. دقيقة من بعد عماد جابر يضيع فرصة التعديل بعد إمداد ذكي من قيس طرابلسي اللي يقود هجوم معاكس سريع وجابر
كان قريب من التعديل. بعد هالعملية هجوم سريع لأولمبيك الكاف يقوده طارق تليلي، التمرير طارق النصري والدفاع يتدخل. فرصة تعلن بعدها صافرة الحكم نهاية اللقاء بانتصار ثاني لأولمبيك الكاف في مباراة كانت صعيبة على الفريقين. ما جسدناش، كنا خير من فريق المنافس معناتها في 30 دقيقة الأولى الثانية معناتها في الشوط الأول، والشوط الثاني شفتوا كذلك معناتها قمنا بالتغييرات اللازم معناتها باش نعطيو نفس هجومي. الكرة ما حبتناش اليوم، قدمنا أداء طيب، صحيح صعوبة الميدان معناتها ميدان معناتها الأرضية نتاعو ما تخولش أنه نلعبوا لعب فني، أما حاولنا قدر الإمكان أن نوصلوا لمناطق الخصم، وأعتقد أنه قدمنا مقابلة ممتازة. الحمد لله معناتها حققنا زوز مباريات ضم الاهداف نتاعنا، كانوا نجنوا 6 نقاط على ارض ميدان. ثاني حاجه احنا كنا ننتظروا معناتها الاداء تاع الفريق باش ينزل شويه، رغم على خاطر النسق المرتفع اللي عملوه في المقابله الاولى ضد غرومبيليا. تعرفوا الفريق ما عملش تحذيرات كما يجب، وريتوا معناتها النقطه الايجابيه السلبيه نتاعنا هي الناحيه البدنيه تاع الفريق، والناحيه البدنيه تنجم تبني عليها كل شيء. بداية ممتازة لأولمبيك الكاف في بطولة هذا الموسم بعد صعوبات كبيرة كنا حكينا عليها الأسبوع الموسم الفارط عاش أولمبيك الكاف في آخر الموسم في مرحلة البلاي أوف. أولمبيك الكاف يبدأ الموسم بزوز انتصارين حصيلة إيجابية ما حققهاش أولمبيك الكاف منذ 14 سنة بالتحديد منذ موسم 2000-2001. ما فماش بداية أحسن من هكا لأولمبيك الكاف. بالضبط، نربط معك يظهر لي على المستوى الذهني مرة أخرى يصنع الفارق، ونشوفوا كيفاش لي فيكتوار معناتها سون ديزورمي معناتها بسيكولوجيك اي مونتال. واحد ريبوسي معناتها لي ليميت، اثنين اوبتيميزي لي بوتونسييل. لي فيكتوار معناتها الانفلو ديريكتومون على البيرفورمانس، بما معناه معناتها الانتصار تعطيك دافع معنوي وذهني، وكالدافع المعنوي والذهني يعطيك بول دوكسيجين. البول دوكسيجين اللي هي جرعه اكسجين، ويعطيك سورس دينرجي معناتها اللي هذوما بكل صراحه اللي افكار نتعدوا ديريكتومون في زين الماتش باش نشوف شنو اللي صار اكزاكتومون في المقابله. افكار بونير بن خميس كانت واضحه، الهجوم ولا شيء غير الهجوم، ضغط على الملعب الصفاقسي في المناطق نتاعها لهنا. الهدف منها هو كان بور كريي لانسيرتيتود شو لي ديفونسور، معناتها باش يخلق الشك في صفوف الملعب الصفاقسي، ونجح باش يسجل. والسيناريو اللي كان يحبذه المدرب الفريق منير بن خميس حصل بكل صراحه، نجح بكل امتياز في السيناريو هذا. الانتشار كان محترم، ما كانش ممتاز بالنسبه لاولمبيك الكاف. لي ديبلاسمون كانوا كوردوني، كان على مستوى استرجاع الكره والفردي وسواء الجماعي كان ممتاز هذا بالنسبه لاولمبيك الكاف، لكن بالطبيعه الفريق اللي ما كانش معمر تحذيرات جديه على المستوى البدني ما نجموش نشوفوا شانجمون دي ريتم انديفيديال ولا كولكتيف مع تغيير النسق الفردي والا الجماعي، ما نجموش نشوفوا اكل دو بوردمون، ما نجموش نشوفوا اكل رونفيرسمون، هذا معناتها لازم تحذير بدني معين. بالنسبه للملعب الصفاقسي بكل صراحه كنت اتمنى الملعب الصفاقسي راه في الوجه اللي ظرف به في الماتش البراج اللي كان مستوى محترم ومحترم جدا، مع العلم اللي المدرب استقرار على مستوى الاداره الفنيه نبيل كموني واصل كيف تقريبا 80% من الرصيد البشري بقى على ذمه المدرب. بكل صراحه واني مانيش من العباد نعمل معناتها اناليز بلا معناتها ما فيش فايده، نحكوا الحقيقه كما هي. بكل صراحه كان بعيد ياسر على المستوى نتاعها، واهم نقطه باش نركزوا عليها لو جو دوا توجور باسي افون لو جو، معناتها اللعب لازم يتعدى قبل الملاعبيه. للاسف هذا ما صارش، شفنا معناتها مجهودات فرديه لا غير، شفنا اللعب اللي ما تمشاش امكانياتهم. على كل الخلاصه هذا ريكابو سانتيز، اي ريكابو سانتيز هو انتصار مستحق لأولمبيك الكاف، خاصه على المستوى الذهني بالرغم يكون حاسم وديترمينو في المقابلات هذه، حتى ما تكونش على احسن الاستعداد من الناحيه البدنيه. ان شاء الله اداريا يكون ايضا استقرار في اولمبيك الكاف. شفنا ديما يبدا اولمبيك الكاف هكا بدايه ايجابيه، ولكن تصيلوا في اخر الموسم ديما صعوبات اداريه. ان شاء الله الموسم هذا يكون موسم الاقلاع لاولمبيك الكاف. بالضبط، ملعب صفاقسي نصيحتي ليه الفو سافوار تورني لا باج، ماهوش هذا الوجه اللي نستناو باش ملعب صفاقسي يلعب كره عصريه يعرف لي باس معناتها كورت، ماهوش هذا الملعب الصفاقسي، وان شاء الله وقادر الفريق هذا على التدارك. عادل ما عندنا حتى شيء في المباراه هذه. الحكم حمدي سعودي عمل مباراه ممتازه، حتى المتابعه اول لقاء للحكم هذا في البطوله من الحكام الشبان نتصوروا نجح
وان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله يكمل المسيره نتاعو. باهي، حاله نادره هذه، عجزه مول ما ياخذنا حتى لقطه مافيولا في المباراه، حاجه ايجابيه ولو انه كما قلت من الاول عندنا سبعه اوراق حمراء بالتمام والكمال في الجوله هذه. الجمعه اللي فاتت بدينا بقوه، الجمعه هذه باش نبداو بشويه. طيحت الريتم، طيحت الريتم شويه، ما نجمش نشد زوز حصص على بعضهم. عاد باهي، المباراه الثانيه باش تشاهدوها هي مباراه الاتحاد الرياضي بسليانه وجمعيه اريانا، انتصار عريض 4 أهداف مقابل هدف لاتحاد سليانه. هذا اللقاء السابع بين الفريقين في الرابطه الثانيه، وبعد 17 سنه بالتحديد منذ 1998 يفوز اتحاد سليانه ضد جمعيه اريانا في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه. دائما الارقام يامن هم زميلنا عماد الكيلي للمباراه، تحقيق جلال عرفاوي، تصوير انور المغربي، وتركيب لطفي المهاجر. حقق اتحاد سليانه فوز مستحق على جمعيه أريانا برباعيه كامله. المباراه دارت فوق ارضيه ميدان سيئه وفي ظروف عمل صعيبه للفريق التلفزي. حاله الملعب ما عندكمش حتى بلاصه لكم انتم باش تكونوا على راحتكم، وهذا طلب للسلطه في سليانه باش يعطيونا يد المساعده، وهما ماهوش مخسرين. الشوط الاول كانت بدايته المحليين. نلعبوا في دقيقة 20، تماس أول طويل من كريم التركي، اضطراب في دفاع أريانا وحسن العبيدي ما يستغلش الفرصة. الكورة تتحول للركنية، يتولى تنفيذها محرز بن فرحات، ونفس اللاعب حسن العبيدي بازدواجية يمضي على الهدف الأول. في الدقيقة 32 بواسطة اللاعب إيهاب الترودي اللي أحبط خطوة التسلل وغالط حارس سليانة بطريقة فنية رائعة. لينتهي الشوط الأول على نتيجة التعادل 1-1. الشوط الثاني بدا فريق أريانا بقوة، وتحصل في الدقيقة الثانية على مخالفة نفذها إيهاب ترودي، ورأسية سامي ليتيم كادت تمنح الأسبقية للضيوف. وفي الدقيقة السابعة القائد الحاج مسعود ينفذ ركنية وتعود مرة أخرى من الدفاع لتأتي الكرة أمام بلغيث المهذبي اللي يوزع في اتجاه شريف كشريد اللي بتسديدة رأسية يمنح الهدف الثاني لفريقه. دقيقة 15 وبعد ركنية نفذها كالعادة الحاج مسعود، المدافع كريم التويتي يتمكن من إضافة الهدف الثالث. نلعبوا في دقيقة 30، مخالفة جديدة نفذها أميل الحاج مسعود، والشريف كشريد يتكفل تسجيل الهدف الرابع بازدواجية ويمضي على ثنائية ليه في المباراة. ديون الحكم سفيان قطاط المباراة. لي بالاريتي اون في لا ديفيرونس في الدوزيام ميتا، و سورتو معناها الدوزيام بال نتاع البالاريتي، معناها ماهيش بالاريتي تبارك ديريكت تطيح وتطيح في الانتيريور دو لا سيرفاس. مونك دو فيجيلونس من الملاعبيه نتاعي، يمكن فما تعب، فما مونك دو كونسونتراسيون حاجه، مي جاسيوم تو، جو سوي لونترونور، جو سوي ريسبونسابل. الاولاد يعطيهم الصحه، عملوا مقابله كبيره ووروا اللي هما سناء، ان شاء الله على استعداد باش يلعبوا على المراتب الاولى ان شاء الله. اتحاد سليانه ماهر يبدا كما يلزم الموسم، 5 نقاط، 4 نقاط، 5 أهداف، افضل حصيله لاتحاد سليانه في بدايه في 2 جولات الاولانيين في الرابطه الثانيه، زاد ايضا مفاجاه اتحاد سليانه نجم نقولوا. بالنسبه لاتحاد سليانه انا كنت قلت من الاسبوع الفارط انه الفريق اللي يعمل ويعمل بثبات وينتدب انتدابات قيمه ما نجمش يكون مفاجاه، خاطر بالنسبه للرياضه هي استقرار اداري، استقرار فني، وانتدابات قائمه. الانتدابات اتحاد سليانه كان عمل انتدابات سيبلي وانتدابات ذو خبره، وعرف اللي المتطلبات نتاع ليغ 2. عمل اتحاد الحاج مسعود، حلمي حمام، هيثم بالزين، محرز بن فرحات، وعلي سليماني، والقائمه تطول بريسك. عمل الانتدابات في كل الاماكن، هذا مسائل عليه الماموريه. بالنسبة للمقابلة إجمالا، اتحاد سليانة كان انتصار عريض، انتصار ميريتي أكد به نقطة تعادل تحصل عليها في باجة نقطة إيجابية، ويأكد به اللي هو جدير باللعب في الرابطة الثانية.
انا نتكهن ونقول انه اذا اتحاد سليانة لاعبيه يحطوا سقيهم على الوطا قادرين انهم ينافسوا على مرحله البلاي اوف. بالنسبه للمقابله اجمالا المقابله كان الميريت الاتحاد سليانة كانت الاغلبيه والاسبقيه والبريسك الكول الاتحاد سليانة تحصل عليها في جل المقابله. لهنا شفنا حسب الفيتيير وحسب النومبر دوكازيون كريي انه الفريق المحلي اللي هو اتحاد سليانة سيطر على وضغط على اغلب رديات المقابله وكان مسرع لاقتلاع ثلاث نقاط باي طريقه. شفنا نوع في اللعب، خلق برشا فرص، اربع اهداف سجلهم عن طريق كرات ثابته، اربع اهداف كانوا من طريق القيدوم ومن رجلين اللاعب امير الحاج مسعود. يعني لهنا نقطه ايجابيه بالنسبه انه سلاح ذو حدين بالنسبه لاتحاد سليانة، لكن النقطه السلبيه انه بالنسبه للفريق ريانا انه يقبل اربع اهداف بنفس الطريقه بكرات ثابته، هذا ضروري انه يراجع في نفسه. بالنسبه للسليانة ماشي في طريق صحيح، نتيجه عارضه، ريانا ضروري انه باش يصلح برشا اخطاء كلير. اربع نقطه أخطاء في زوز جولات الاولى شويه على جماعه ريانا، نقطه شويه، ولكن الاخطاء بدائيه انه الدفاع يتحمل مكثر الاخطاء هذه، كانت هي يعني المشكل كل في التمركز وفي اعاده التمركز. اربع اهداف كانت يتسجلوا ماهيش في الكره الاولى لكن يتسجلوا في الكره الثانيه، التمركز كان سيء واللاعبين كانت فما تراخي، هذا ما خليه يقل اربع اهداف. لكن فريق شاب قال حتى فوزي الرويسي قال ما كانوش في المستوى الملعبي. فريق شاب ريانا سجل هدف عن طريق ايهاب الترودي، هدف جميل كنت شاهدته وانا في المقابله الاولى، هو ضد فريق مساكن عمل شوط ثاني زاد ممتاز. نتصور انا انه في الميركاتو الشتوي ضروري انه يكون بانتدابات قيمه وحسب مريت انه الشو يعني قام بانتدابات في الدفاع برك عبد السلام بوحوش سامي ليتيم وانيس مطرباشا، يعني ضروري انه باش يعز الوسط نتاعو يعز الجمهور وان شاء الله يدارك النتائج هذه النتائج السلبيه. كي نشوفوا الريزلتا 4-1 نعرفوا اللي معناها المباراه كانت سهله وكانت نظيفه وما كانش ثم حتى شيء من شانه باش نعملوا ملاحظات نتاعنا على الحكم سفيان قطات اللي عمل مباراه باهيه. لكن بالنسبه للحكم الرابع اللي هو مؤهل باش يكون معناها حكم ميدان يلزم اللي هو سي رامي بوسع، يلزم ما حبيناش نحطوا معناها الصوره نتاعو، يلزم يحسن من اللياقه البدنيه نتاعو، هاك البوا زايد ينقص شويه على خاطر كي تكون حكم رابع تنجم معناها تدير مباريات، وكي تدير مباريات احنا نتمناوه يكون معناها بدنه به. فقط عاد سليم جديد يزفر مباراه الاسبوع الفارت وزدت نجم تزفر مباراه. والله على حسب ماني قاعد نشوف نجم معناها نزفروا المباريات واحنا فوق الكرسي وانا قاعدين مش المباراة الثالثة اللي بيشاهدوها مباراة الاتحاد الرياضي مونستير جندوبة الرياضية، اللقاء الثالث بين الاتحاد جندوبة الرياضية في الرابطة الثانية، ومنذ 97-98 أيضا منذ 18 سنة ما حققش الاتحاد الرياضي المونستيري ست نقاط في زوج جولات الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، مباراة تحقيق في راس بن سعد، تصوير أنور الغديرة وتركيب محمد علي العوين. مباراة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الثانية بين الاتحاد المونستيري ضيف جندوبة الرياضية. أولى فرص المباراة تأتي للاتحاد في ثلاثة دقائق لعب، مخالفة في تنفيذها حسين المسعدي، والهادي برخيص في نهاية العملية يلقى أمام الحارس رجع الكرة للركنية. سجل بعدها أحمد العيادي هدف رفض الحكم بداعي التسلل. وفي ظل غياب الفرجة وانخفاض المستوى الفني، حضر الاندفاع البدني المبالغ فيه في بعض الأحيان وكثرة التقطعات باش يسجل عوان الحماية المدنية حضورهم بقوة في الميدان نتيجة الإصابات المتكررة للاعبين. آخر دقيقة في الشوط كانت خلالها الاتحاد يعود لحجرات الملابس متقدم في النتيجة بعد رأسية أحمد العيادي اللي مرت جانبية. على غرار الفترة الأولى المبادرة الهجومية في الشوط الثاني تأتي من أصحاب الأرض، زياد مشموم يوزع والبديل الصغير النصري رأس يده في دين صابر برجب، ثم كرة أخرى للاتحاد يضيعها حسين المسعدي باش تعكس الهجوم، وسيف الدين العيساوي يخترق بسرعة كبيرة الجهة اليسرى للدفاع ويعطي واحد بلاش لفريقه في توقيت 55 دقيقة لعب. تأثير الهدف على ملاعبية الاتحاد كان واضح من خلال قلة التركيز والتسرع اللي ظهروا على أداء الفريق. في الجهة المقابلة أبناء هيكل العياري كسبوا أكثر ثقة في أنفسهم
وحاولوا يستحفظوا أكثر على الكرة قبل ما يتلقاوا ضربة موجعة طرد صاحب الهدف سيف الدين العيساوي اللي جمعوا رصاص انذارات. ورقة حمراء أعارت الأمل لأصحاب الدار، وسمير جويدي يلعب الكل في الكل في آخر ربع ساعة، اللي عرفت أيضا إصابة الحارس صابر برجب مما استوجب نقله للمستشفى. الحارس البديل ياسر العباسي تألق في أول كرة وخرج المخالفة هذه للركنية بالاستعانة بالقائد. مع مطلع دقيقة 80 المهاجم الهادي برخيص تمكن من وضع حد لتألق جيفا شندوبة وعدل النتيجة بكرة رأسية. نتاعب جندوبة الرياضية ما توقفش عند هذا الحد، حمدي الولهاني في ظرف أقل من دقيقة يتحصل على زوز ورقات صفراء وبالتالي الحمراء. خمسة دقائق في الوقت البديل، خطأ فادح من دفاع جندوبة الرياضية، أحمد بن بلقاسم يهدي الكرة لأحمد العيادي اللي ما يلقاش صعوبة في وضع الكرة في الشباك. سيطرنا منذ البداية على المباراة، تقريبا لا بوزيسيون دو لا بال كانت بنسبة 85% اللي نحن اثر هفوة نتاع سوء تمركز استغلتها جندوبة وسجلتنا هدف، لكن الهدف هذاك ما اثرش على اللاعبين، بالعكس شفناهم كيفاش معناها فورس وكاركتير قوة عزيمة رجعوا. ثلاثة ورقات حمراء مع الفريق الكل معناها بورق صفر، يعني كي نحبوا نفسروا نجموا نوصلوا النتيجة، يعني الفريق المنافس كيف عمل مجهود، ولكن كنا على الأقل نخرج بنقطة تعادل على الأقل. ستة نقاط للاتحاد المنسيري في زوز جولات الأولى، الاتحاد يكشر عن أنيابه مبكرا يوري أنه فريق مراهن جدي باش يكون الموسم هذا من أجل لعب مرحلة البلاي أوف محر، وعنده يظهر الاتحاد الإمكانيات البشرية والمادية اللي تسمح له باش يحقق الهدف هذا. صحيح الاتحاد المنسيري فريق نازل من الرابطة الأولى وفريق منافس جدي على الصعود للدرجة الأولى، انتصار في الحمامات ثم التأكيد في المنسير، المقابلة هذه ما كانت سهلة كانت صعبة بالعكس، لآخر المقابلة لولا الورقات الحمراء كنا بتاتر نشوفوا نتيجة ثانية. البداية كانت بداية قوية وكان فيها ضغط عالي من اتحاد المنسيري وحبي باغت فريق جندوبة من البداية لإدخال الارتباك فيه، لكن لقى قدامه دفاع حسين، لقى في قدامه فريق جندوبة يتوخى دفاع منطقة، هذا ما عمله بعض المشاكل ما خلاهوش يلقى الحلول اللازمة، رغم أن هذا يسجل هدف وهدف كان أبيض، يعني كان تسلل في الدقيقة الثامنة، حاول للماكسيموم، لكن بالنسبة للشوط الأول خرج بريسك 0-0 يعني ما لقيناش فيه. الشوط الثاني استغل الفريق جندوبة ضد مجرى اللعب وسجل عن طريق العيساوي هدف وإثر هجمة سريعة. لهنا شنو اللي صار بعد الهدف هذا؟ فريق جندوبه حاول يتحفظ على الهدف نتاعو، لكن ما يلوم كان نفسه، فريق جندوبه خذ ثلاثة ورقات حمراء عنده الحق، وتو نشوفوا مع سعاده في المفيو اسكو ثلاثة ورقات حمراء يستحقهم ولا ما يستحقهمش. فريق يحب ينتصر خارج ميدانه وضروري انه يحافظ على اللاعبين نتاعو، ثلاثة ورقات حمراء برشا، لكن لهنا كان فما ردة فعل، وهذه المقابله الثانيه الاتحاد المنسيري يكون منهزم في الحمامات ثم يرجع وقوة شخصية الفريق نتاعو، ثانيا هذا في اتحاد المنستير، يعني في المنستير يعاود يرجع، لكن عنده لاعب اللي هو بوخريس لاعب هداف لاعب ذو قيمة ثابتة، يعني في كل مقابلة وفي كل هدف بلاسك نلقاه راه هو افتتاح النتيجة. عادي سي المصري أيمن هو حكم المباراة هذه، عنده لياقة بدنية معناها ممتازة، قراءة للعب كيف، لكن في المباراة هذه محمد علي تفرجنا فيها مليح معناها وشفنا، تعرف اللي وقت المسؤولين اللي يكونوا على البنك معناها يتصرفوا تصرف معناها غير رياضي، هذا من شأنه باش حتى يخلي اللاعبين يخرجوا راهم على ينعكس على تركيز الملاعبين، معناها احنا باش ناخذوا كلكو معناها زيماج فهمني باش تنشوفوا اوفير مزور تنشوفوا معناها شنو اللي صار على البول دو نيج هذيك نتاع الاوراق. نمشيو احنا للقطة الهدف نشوفوا معناها هوني سونتراج يطلع كرة يضرب كرة بالراس هدف صحيح، نعاودوا نشوفوها نشوفوا كيف عند انطلاق الكرة اللاعب اللي بتشوف لهنا الفلاش معناها باش عملنا الفلاش عليه اللي هو نمرو يظهر لي 17 اللي هو معناها على البوان تاع البينالتي، اوزر شوفوا كيف جاي من تالي وسجل هدف وكان الهدف صحيح تم رفضه. شوفوا توا اللقطة اللي من بعد هذه معناها ورقة من الورقات نتاع الماتش، هوني اللوم على الحكم، هوني نشوفوا محمد علي ساعة صارت اللقطة واللاعب
اللاعب عنده افيرتيسمون وشوفوا اللاعب يحب يخرج، شوف المسؤول شلون باش يعمل، ما يخليش اللاعب يخرج، ارجع ومن بعد بتشوف معناها المسؤول اللي لابس بالاحمر توا اللي باش يدخل، شوف الرياكسيون نتاعو هذا، هذا المسؤول شوف شو عمل. فمن اذا كان لاعبين معناها يشوفوا مسؤول هكا شنو باش يكون التصرف نتاعهم زادة، معناها هذا معناها انسان مربي. فمني نشوفوا هوني نشوف اللقطه محمد علي، لقطه ضربه من على على التيبيا ومرفق في الوجه، معناها هوني اللوم واللاعب كان قابل القرار، كان خارج وعنده عرف اللي يستحق، انا اللوم على الحكم اللي ما عطاهش معناها الورقه حمراء مباشر، معناها مش ورقه ورقه صفراء. هذا الكل فمني عطيتك معناها اكزامبل، راهو الملاعبيه خرجت على السي ما عادش فمني مركزين على اللاعب وما ايكيب فمني معناها اون سوبريوريتي نيميريك عليهم وماركيت فمني سي اوتوماتيك معناها اللي قاعد اللي صار. لكن اللي ما حبيناش معناها اللي نعرفوه فهمني معناها المستوى العالي معناها نتاع المسؤولين نتاع جندوبه، ما حبيتش معناها نشوف اللقطات هذم وهذا الكل شنو اللي خلى في اخر مباراه نتفرجوا لهنا شويه من الجمهور وشوف اللاعبين معناها شنو يعملوا فهمني اللقطات فهمني غير ما نعرفش نقول رياضيه غير اخلاقيه معناها سي غراف اللي 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 معناها زر من اللاعبين فهمني كان معناها ما يهمكش معناها في الجمهور تخرج على روحك وتشد الفيسير نتاعك. هذا ما عندنا في المباراه هذه. به مستقبل جابس امل حمام سوسه وانتصار مستقبل جابس هدف مقابل صفر، ومنذ 2005 ما فاز مستقبل جابس ضد امل حمام سوسه في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه، وللموسم الثالث على التوالي يحصد الامل نقطه وحيده في اول زوز مباريات في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه. المباراه مع رشيد مرابط بالقاسم الشريف وتركيب لطفي المهاجر. مقابلة مستقبل جابس والأمل الرياضي بحمام سوسة كانت بلا مقدمات، ومنذ الدقيقة الأولى كاد باسم بوظفر يفتتح النتيجة لفريق أمل حمام سوسة، لكن لم يستغل هفوة في خط دفاع مستقبل جابس وصوب فكانت كورته بلا عنوان. استفاقة محلين جاءت بعد 7 دقائق لعب عندما هدد لمجد عامر مرمى ضيوف وتوغل وعمل كل شيء لكنه تسرع من المرمى. ولقطة الشوط كانت في دقيقة 13 عند مرفعة مجهود الكرة بالحارس لكنه أخطأ مرمى. أبناء أمل حمام سوسة تجاوزوا مرحلة الانكماش الدفاعي وحاولوا صنع اللعب وبلغوا مرمى منافسهم، وكاد نذير عبد المبي أن يسجل برأسية عقب ركنية لكن الحارس بشير مسعيد أنقذ الموقف بحسن تمركزه، وعاد نفس اللاعب رأسية ثانية قبل نهاية الشوط مرة جانبية. أو كان لاعبو فريق مستقبل جابس قد طالب بضرب الجزاء بعد عرقة صابر طربلسي لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب. في الشوط الثاني لاحظنا إصرار كبير من أبناء مستقبل جابس لتحسين أدائهم والوصول إلى مرمى الأمل، ولم تمضي 3 دقائق على انطلاق الشوط حتى تمكن لمجد عامر من اختراق الدفاع ووزع والبقية رأسية صابر طربلسي افتتح بها النتيجة. بعد الهدف تحرر أقدام مستقبل جابس وبدأ أكثر تحكم في الأداء في المقابل، فإن عفوان غربي مدرب أمل حمام سوسة وجه لاعبيه للعب كرة قصيرة ومباغتة منافسهم. وقبل نهاية المباراة ب4 دقائق أقصى الحكم مجدي بلاغة قائد فريق الزلازة محمد الشيباني لحصول على الإنذار الثاني. هذا النقص العددي لم يستغله الضيوف إلى حين إعلان الحكم عن نهاية المباراة بانتصار مستقبل جابس بهدف بالصفر. ما فماش كرة، ما لعبناش، ما نسميش لعبنا، يمكن اليوم لعبنا 55 دقيقة ماتش كامل، ما فماش ماتش 90 دقيقة، فما معناتها تيح قوم، ما فماش كرة براتيكمون دوزيامي تون، على الأغلب ما رجعناش في السكور وما عدلناش، إن شاء الله مازالت جولات قدامنا، مازالت المقابلات على ميدانا ما نساوموش، وإن شاء الله بالتوفيق للأمل الرياضي بحمام سوسة إن شاء الله. الحاجه الخايبه اليوم في الماتش اللي من بعد الهدف ما عرفناش نستحفظوا على الكره، ما عرفناش نستغلوا لافونتاج في الريزولتا، رفضنا اللعب واخرنا، كنا سيئين معناتها بريسك نص ساعه الاخرى، وكمان بريسك نص ساعه لاعبين باقصاء وبليسور. الحمد لله طونكو ليتا ديسبي ربحت وجات فيكتوار نجموا نخدموا اكثر ونجموا نحضروا ما ولا جورني ثانيه في 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 18 جوله. انتصار مهم ماهر للمستقبل جابس ضد امل حمام سوسه، نعرفوا ملاعبيه كي تكون تلعب في رابطه محترفه الاولى وتهبط لرابطه محترفه ثانيه صعيب مونتالمون صعيب ذهنيا انهم يبداوا الموسم، لكن ما مستقبل جابس قاعد بادي الموسم كافضل ما يكون، في حين امل حمام سوسه نقطه فقط في زوز جولات
تقريبا كما عملناه بدا الموسم بنقطه واحده في زوج جولات، لكن في اخر الموسم لقينا امل حمام سوسه مراهن جدي على الصعود. ماهر بدايه حمام سوسه بريسك عمل نيول في المهديه، والمره هذه بريسك خسر 3 نقاط. الحاجه اللي شفتها انا بريسك في الدو ماتش انه عفوا الغربي كان يعني من البدايه ما يستعرفش بانه يلعب الاكستيريور، يعني من البدايه ضروري انه يهاجم وعنده اللاعبين اللي قادر انه يصنع بهم اللعب. المقابله تلعبت بريسك على موافقه في الاختيار هذا، انا موافقه في الاختيار خاطر اذا تحبوا نشوفوا جماليه نتاع لعب ونشوفوا مستوى كبير ضروري انه الفرق كلها تمشي في الخطى اللي قاعد يمشي فيها عفوا الغربي. صحيح بيتر يتحمل النتيجه، بيتر يعني ما تمشيش معاه الامور، لكن اجمال للكره والرياضه التونسيه نشوفوا حاجه باهيه. اذا كان كل فريق باش يحاول يلعب الاكستيريور يحافظ على مناطقه وافتكاك التالي وفريق اخر يهاجم، هذا ما نراوش كره جميله وما نشوفوا، والدليل انه نشوفوا في الاهداف بكثره. هذا راجع لل بالنسبه للمقابله تلعبت في 55 دقيقه لعب كما قال بريسك عفوا الغربي. المقابله كانت فيها جماليه، كان هجوم بهجوم، ما كان المبادر هو امل حمام سوسه، يعني كانت التعليمات من الاول هو المباغته والضغط العالي، وكان في الدقيقه الاولى قادر انه يسجل، لكن العيب الوحيد انه حمام سوسه قاعد يلعب في الضغط العالي وقاعد يهاجم لكن مش قاعد يسجل، واللي ما يسجلش تعرف في الاخر يخسر. وهذا ما صار انه في الدقيقه 48 المستقبل جابس بقوه لاعب لمجد عامر وبالهداف صبر ترابلسي قدر انه يسجل هدف. بعد الهدف هذايا حسينا انه المستقبل جابس حشته بالهدف وحسه ب3 نقاط وما عادش خارج باش يلعب. يعني بريسك خذا دفاع المنطقه 55 دقيقه خلق فيها محمد مسوسه زوز فرص، بعد ما ريناش كوره شفنا كوره خارج التماس اصابات مفهوم كبير. هذا مفهوم العامل النتيجه ولا. يعني اختار طريقه هذه باش انا لك معنويا نربح انا توا المباراه مش مطالب بالاداء، يجي الانتصار يجيب لي انتصارات اخرى. لكن هذا في بدايه الموسم نورمالمون ما نشوفوه بريسك في اخر الموسم عند وقت نكونوا نلعبوا بريسك على النزول ولا على الصعود، لكن في بدايه الموسم نخيروا انه الطريقه اللي بدا بها عفوا الغربي نلعب الكل في الكل. فما شكون يخمم العكس؟ فما شكون يخمم يقول لك الديبار اعطيني نضمن الديبار انا وبعد ربح يجيب ربح. صحيح هو الديبار كل اونترنور يخمم على روحه لا فيريتي، يعني يكون الديبار كي يعمل اونتام دو سيزون باهي قادر انه يواصل في الوحده هذيك، لكن وراه ان ستاف ينجم يقيم العمل نتاعو. انما انا متصور انا من المدربين اللي نمشي ونلعب القدام ونخير انه تكون المقابله جميله وما تكونش مقابله كما باش نشوفوهم في المقابله الجايه اللي هي فهمت دفاع منطقه وبريسك كلها جو ديريكت. في تونس ماهر تفركس على الكره جميله ما تنتصرش تلقى روحك تلقى روحك برا. هذا هذيك للاسف العقليه اللي تخلي يمكن المدربين ديما في مخهم النتيجه قبل الاداء. عادل مجدي بلاغه من احسن الحكام اللي عندنا، لياقه بدنيه إليغانس عنده معناه تو سكي الفو باش يكون معناه من الحكام الاخير من محمد صالح بلاغه بالحق خير من محمد صالح. عنده كونديسيون فيزيك معناها كبيره برشا، قعدت تبع فيه في الماتش هذايا فريمون معناها يعطيه الصحه وان شاء الله يكون معناها من الحكام اللي عمل عليهم بركات في الموسم هذايا. اخترنا لقطه قراءه جيده فهمني معناها باش تعرف الذكاء معناها نتاع الحكم. شوف المهاجم نتاع جابس كي نعاودوا نرجعوا لواحد الصوره نشوفوه كان يمشي في اتجاه قص قدام اللاعب المدافع نتاع حمام سوسه وكانت معناها فركس على الخطا وما كانش ثم معناها ضربه جزاء ويلا بيان في وعرف يقرا اللقطه نتاعو وهذا اللي عندنا في المباراه. حاجه ايجابيه تحسب لي للحكم. سي صالح ما تدخليش برشا باش نتابعوا المباراه اللي كنت حاضر فيها غرومبيليا الرياضيه النادي القربي ديربي الوطن القبلي فاز فيه غرومبيليا الرياضيه، وهذا رابع انتصار للنادي القربي في 9 مباريات بين الفريقين في الرابطه المحترفه الثانيه. المباراه احضرها شهير الكافي، تصوير امين بن احمد وتركيب هاله تليدي. خمس مواجهات ديربي الوطن القبلي بين غرومبيليا الرياضيه والنادي القربي بدايته كانت بطيئه، واول فرصه تستحق الذكر شفناها في الدقيقه 21 بعد توغل اشرف التريكي مهاجم قربه على اليمين ودفاع غرومبيليا يتدخل. بعدها بدقيقه رد اصحاب الارض كان من بلال التواتي ليبحث على ضربه الجزاء اكثر من الوصول لمرمى الخياطي. الكرات الثابته كانت سلاح ابناء المدرب لطفي الرويسي، مخالفه من القائد سفيان المقعدي وكورتو فوق المرمى. مخالفة أخرى في وسط الميدان وكرة طويلة لأحمد جمال اللي سدد كرة سهلة في دين عبد الرحمن الخياطي.
نصف ساعة لعب كادت تأتي بالجديد، خروج خطأ من الحارس أحمد العمراني وأبناء قربة يتعدوا بجانب الهدف. 10 دقائق على نهاية الشوط الأول، ركنية التنفذ الثنائية وتوزيعة المقعد يلقات رأسية بلال التويتي ومكانها كان في الشباك الجانبية. المباراة تواصلت بين أخذ ورد وكرات ضائعة في وسط الميدان من الطرفين. وفي وقت اللي كان فيه الحكم قريب من الإعلان عن نهاية الشوط الأول، سفيان المقعدي وبصنعة كبيرة يسدد مخالفة مباشرة في شباك النادي القربي ويعطي التقدم للحرية. الشوط الثاني دخلوه الزوز فرق بنوايا مختلفة، غرومبيلي للحفاظ على التقدم وقرب لتعديل النتيجة، لكن جرت الرياح بما لا يشتهي نبيل الفرشيشي مدرب الضيوف. زوز دقائق لعب في الشوط الثاني وإنذار ثاني للمدافع حسام الزرالي والنتيجة ورقة حمراء. ورغم النقص العددي حاول ملاعبية النادي القربي التعديل ونوعه من عملياتهم الهجومية، مخالفة بعيدة من حمزة لطيفي والعمراني حاضر للتصدي. جميل الخمير يتوغل في منطقة الجزاء والمتابعة من وسيم بركلة لقطة طالب على إثرها جميل بضربة جزاء. دينا نقرب أكثر من نهاية المباراة ومخالفة وسيم باني يتصدى لها العمراني بعد خروجه في الوقت المناسب. دقيقة بعد فرصة قتل المباراة تضيع من سقيم بلال التويتي اللي يخرج راس راس مع الخياطي بعد تمريرة أحمد جمال وحارس قربة كان حاضر للتصدي. فيما تبقى من وقت ملاعبي غرومبيلي حاولوا استغلال تقدم الضيوف للتعديل، وضغط سفيان المقعدي على مهدي قدانا كاد يكلفه هدف ثاني. بلال قلبي اللي أقحم نبيل الفرشيشي في الشوط الثاني خذ الكرة راوغ الدفاع ولمسته للمهاجم جمي الخمير تضيع رغم موقعه المناسب. واللقطة الأخيرة في المباراة طالب من خلالها ملاعبية غرومبيلي بضربة جزاء بعد تلاعب رامي يونس بدفاع قربة في المناطق المحرمة، وتدخل مروان حمدون معاه لكن الحكم محمد أسبوعي يكتفي بالفرجة ويصفر بعدها نهاية المباراة بانتصار أول لغرومبيليا وهزيمة أولى للنادي القربي. غروم برافو معناتها للملاعبية، فما بالحق جرينت وفما رجولية وفما لا فولونتي حب الانتصار، هذه حاجة مهمة. حاجة ثانية معناتها لامانيير زاد كانت باهية زاد ماهيش خايبة، معناتها عندنا كري بوكو دوكاسيون، جاتنا برشا أوكازيون باش نقتلوا البارتي، وهذيك هي المقابلات ديربي هذا مال ولا ديربي معناتها ماكش تربح أربعة وخمسة. لعبنا لكن كما تعرف ورقة حمراء تلعب بتسعة تتبدل باش تعمل إيفور أكثر. الأداء بالنسبة لي أنا يعني لي الروح، شفت روح انتصارية، ما جاتش الانتصار، ما جاتش تعادل، إن شاء الله فرصة قادمة وما لهم إلا شبان. 50 مباراة لنبيل الفرشيشي في رابطة المحترفة الثانية بألوان 5 أندية. سي صالح كنت حاضر في المباراة، كانت فيها صراحة نكهة الدربي، مباريات هذه كان فيها تشويق، كان فيها أداء ممتاز، وذلك فيها غرومبيلي هذه هزيمة الجولة الأولى. جستومون نربط معاك الملاحظة الأبرز، واقعية المدرب لطفي الرويسي تصنع الفارق. برمي لتاش تاع المدرب هي لكتور دو جو، معناتها قراءة اللعب واحد، واثنين ميموريزاسيون دي زيفينمون، هذوما لطفي الرويسي نجح فيهم بامتياز. ونتعداو ونشوفوا شنو اللي صار بالضبط في المقابلة. غرومبيلي للتدارك بعد هزيمة الكيف، وقربة لتأكيد الانتصار خارج الديار في جربة. يظهر لي الفيزنومي دو ماتش شنو اللي صار فيه، قربة بالبلوك إيكيب لي 11 جوار بور فورمي إن إيكيب بيرفورمانت دواف جوي ليزان بري دو زوتر، معناتها لاعبي وسط الميدان متواجدين بحذا المدافعين ولاعبي الهجوم متواجدين بحذا لاعبي وسط الميدان، وهي باش تلعب الطريقة هذه لازمك تكون على أحسن استعداد على المستوى البدني واحد، اثنين لازم تكون تعمل باساج رابيد من لاكسيون أوفنسيف للديفونسيف، من الانتقال السريع من الحالة الهجومية للدفاعية، ثلاثة لازمك تربح الثنائيات، أربعة يلزمك تربح الكرة الثانية، وخمسة تكون عندك عقلية المبادرة، وهذا اللي كان ينقص قربة بالرغم المجهود اللي عمله عبد القادر سلامة ورقم اللاعب رقم 11 قربة يظهر لي بن علي، ما كانش عندهم البريس دو ريسك، وهذا اللي خلاهم، وخاصة بعد الهدف اللي سجله غرومبيلي الكرة ثابتة نتاع المقعدي اللي كانت ضربة موجعة للقربة، مع الإقصاء يظهر لي الماتش ولا في اتجاه وحيد غرومبيلي. يظهر لي غرومبيلي لعب تحت ضغط وهاجز ثلاثة نقاط اللي كانوا ديترمينو، حتى التصريح نتاع لوتي الرويسي جار الملاعبية نتاعها ملحقة باش يعمل لك ستابيليتي مونتال اللي مطلوبة. على كل من بعد الإقصاء يظهر لي غرومبيلي فرض اللون نتاعها، عمل التنشيط الهجومي الضروري، شفنا التفوق العددي في الحالة الهجومية، شفنا لي زيدو، شفنا لي بيركسيون نتاع أحمد جميل، شفنا لي دياغونال، شفنا الشونجمون ديريت انديفيديوال اي كولكتيف، معنا التغيير النسق الفردي والجماعي. غرومبيلي الخلاصة والسنتاز
انتصار مستحق وانتصار من فيه 6 نقاط بالنسبة للقربة المقابلة خسرتها في الشوط الأول 45 دقيقة بعد الإقصاء يظهر لي القربة بعد على المستوى الحقيقي، لكن المستوى العام للمقابلة كان فوق المتوسط. المدرب الفرشيشي يظهر لي ما فماش على شيخ الفريق قدم مقابلة ممتازة. بالنسبة لجرومبالي يظهر لي هذه لازم تكون انطلاقة بالطبيعة. لطفي الرويسي الكابتن يعرف مليح اللي جرومبالي فيها بعض النقاص، اذا حبوا يمشوا لمرحله البلاي اوف والصعود فما حاجات استعجاليه لازم وتصلح وتصلح النقائص. سي صالح وانت منتصر تخدم مرتاح وتصلح وانت مرتاح خير من اللي تصلح وانت منهزم. بالضبط هذه العقليه لازم يخدم عليها، واكيد يعرف اللي عنده مشاكل على مستوى وسط الوسط الميدان خاصه في على مستوى استرجاع الكره الفردي في الديكروشاج، على مستوى استرجاع الكره الجماعي هذه لازمها ديرجونس الجماعه هذه تخدم. وفما على المستوى البعيد بار اكزومبل وقت ناخذ الكره اذا ما نلعبوش دو جوستيريش معناتها تلعب لي باس فير لارير، لازم تلعب كره فير لافون. على كل خلاصة جرومبالي قدمت مقابلة محترمة خاصة من ناحية النتيجة اللي مش تحل لها أفاق. بالنسبة للقربة فماش علاش تخجل، المقابلة فنية كانت فوق المتوسط. عادل كنت متواجد في المباراة هذه محمد أسبوعي مربط المسير الحكم أسبوعي من المسير. تعرف قبل ما نبدأ بالحق راهو سي ان جرون ماتش معناها ديربي اللي صار في جرومباليا. التنظيم كان ممتاز، هذا الكل فهمني معناه يرجع الفضل لي معناه الامن اللي كان متواجد في الملعب. ما شفت حتى انسان زايد عن النصاب ولا كان معناه حتى معناه كان تونسيون كبيره زاده حتى في الجمهور. الدنيا كلها فهمني كانت مريقله في المباراه هذه. عندي حاجه على الحكم اللياقه البدنيه الممتازه نتاعو، شوف لهنا محمد علي شوف الديماراج اللي عمله معناها الحكم كنا نشوف فيه في اول الصوره، شوفوا توا معناها كالدياغونال نتاعو فهمني تلقاه بحذا الكره وبحذا المخالفه، وحتى اللاعب ما كانش يتصور بيجي الحكم معناها من مشيرة هذيك معناها فريمون معناها برافو. لقطه اخرى زاد شوف زاد اللياقه البدنيه نتاع الحكم، شوف غادي الاربيتر معناها شوفك الديماراج نتاعو معناها زاد كيف معناها تلقاه قريب معناها الكره، هذا الكل من شانه باش يخلي الحكم يشوف اللقطات الكل. نرجعوا توا نشوفوا اللاعب اللي كنت تحكيوا عليه توا اللي خذا الورقه الحمراء، شوف لهنا التدخل نتاعو معناها يستاهل لافيرتيسمون، شوف حتى الرياكسيون نتاعو كيفاش فهمني خذا معناها كان الحكم متواجد بحذاه وخذا لافيرتيسمون. يظهر لي خذا لافيرتيسمون على الرياكسيون على الرياكسيون خذا لافيرتيسمون. يزيد بعدها هي فهمني باش تجي لقطه اخرى يقوم زاد كيف نفس اللاعب معناها بالمخالفه، هوني المخالفه معناها بار ديرير وياخذ لافيرتيسمون نتاعو، وكان لافيرتيسمون نتاعو الثاني صحيح والاقصى زاد كيف صحيح. نجيو اللقطه هذه نتاع المطالبه بضربه جزاء القربه، نعاودوا نشوفوها اللقطه وشوف اللاعب نتاع قربه كيفاش، شوف مريول نتاع لاعب جرومباليا كيفاش، هذوما هما اللي فوت كاشي ويلزمك اربيتر معناها كبير واربيتر ذكي باش يفيق باللي فوت هذوم. شوف المريول نتاع جرومباليا كانت اليد نتاع لاعب قربه هو اللي جبد المدافع وطيحوا معاه، وهوني معناها طالب بافيرتيسمون وما تسحقش معناها افيرتيسمون اللقطه هذه. نجيو اللقطه نتاع ضربه الجزاء اللي طالب بها جرومباليا، شوف اللاعب المهاجم نتاع جرومباليا كيفاش يدخل يكمل معناها بالكره بالو بيي ويجي لهنا وتصير العرقله نتاعو من زوز لاعبين من رقم 2 ورقم 15، وكان على الحكم الاعلان على ضربه جزاء والحكم كان قريب. تو حكينا قبيله احنا على اللياقه البدنيه نتاعو، هذاك علاش حكينا على اللياقه البدنيه نتاعو هوني باش نوريو اللي الحكم زاد كيف كان قريب وما عنده حتى عذر وما عنده حتى اكسكيوز باش ما يزفرش لقطه كيما هذيا. تزفر اللقطات الكل في وسط المباراه، واخترت له انا بالعاني معناها لقطه ضربه الجزاء نتاع قربه راها شفنا اللياقه البدنيه نتاعو كيفاش كان متواجد في كل اللقطات، تجي في لقطه كيما هذيا معناها كلاسيك شيء ما فيها وما تراهاش جو ميكسكوز. كان على الحكم الاعلان على ضربه جزاء مع اقصاء يختار ما يسالش، يختار رقم 15 يختار رقم 2 ف
فهمني معناها واحد من الاثنين. قلت لك معناها شوف انا وين نمشي معاك محمد علي. ضربه جزاء ما فيهاش كلام. زوز لاعبين قاموا بنفس الخطا على نفس اللاعب. تخرج فهمني معناها الديفونسور وتزفر ضربه الجزاء نتاعك وكانت لهنا ريزولتا. حتى القانون يقول عادل كيزوز يعملوا مخالفه على لا لا قلت لك انا معناها تحب تتذكى انت وتحب تتفلسف على خاطر هوني الحكم. القانون شو يقول وغير اللي قام بالغلطه هو رقم 15. كانوا هما زوز كانوا زوز معناها واحد كالا لافون سونتر والاخر قام بالخطا هو رقم 15. معناها فهمني معناها تكون اذا كان حبيت تكون ذكي معناها انت كنت معناها هوني تخرج لاعب وتزفر ضربه الجزاء. كانوا عندك مازالوا اربع دقائق اونفير محمد علي. انا كنت متواجد فهمني معناها هو حق معناها اذا كان قربة عدلت النتيجه هو حق هذا فهمني. لكن شوف شنو كان ينجم معناها يصير في المباراه هذه على لقطه كيما هكا كان فهمني الحكم مش مركز فيها. هذا معنا في المباراه هذه. مباراه اللي مشاهدوها توا مباراه اتحاد تطاوين مباراه انتهت بالتعادل السلبي 0-0 وهي اول مباراه للفريقين في الرابطه المحترفه الثانيه. المباراه تحضرها عمر المصيصر وموح الدين بدغازي وتركيب ايمان الميلي. بداية أسبوع كانت صعبة جدا لفريق الاتحاد الرياضي بتطاوين وملاعبيته أضربوا عن التمارين لمدة 3 أيام. في الظاهر هي أزمة مادية معناها معلومة للجميع، لكن تفاجئنا اللي الأزمة هذه المادية يقفرها للأسف معناها أشخاص المفروض يدعموا الجمعية، نجم نسميهم الأحباء، معناها نائب محترم معناها المفروض يدافع على الجمعية، وثلاثة أطراف اللي معناها يحبوا ينحوا رئيس الجمعية. نحب نقول لهم اللي محمد الغول ما يتنحاش معناها ما يخرجش من الشباك. محمد الغول عند عامين هو عايد شكون يجي يشد رئاسة الجمعية، عيب الأشياء اللي عملوها. والحمد لله معناها بالرغم من معناها بالرغم من هذا كل فاقت الأحباء ووقفوا حول جمعيتهم وإن شاء الله ثم كان خير. مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية واللي احتضنها ملعب نجيب الخطاب بين فريق الاتحاد الابتطين وضيفه الأولمبي البيجي. المقابلة واللي اعتصبرت بداية الحكم مجدي بالحاج علي عرفت انطلاقة سريعة من ناحية الهجومية. إبراهيم سميدة من الرواق يتوغل وتصويبته هالمرة جانبية. الأولمبي البيجي يرد الفعل بسرعة بتصويبه خادع من نبيل المساوي وأنور الضيل كان جاهز لصد الكرة. خليفي من اليسار يتوغل يتجاوز زوز مدافعين ومحاولته مرت فوق المرمى بقليل. مخالفة أخرى لأبناء دريدي ومحاولة هالمرة وليد برسلو فوق العارضة الأفقية بقليل. آخر محاولة في الفترة الأولى كانت لفريق الأولمبي البيجي وإمكانية التهديف تضيع على ملاعبية الخط الأمامي فخر العمدوني ونبيل الميساوي. الشوط الثاني الأولمبي البيجي من عمل فردي لأسامة العمدوني يحدث الاخطر يوزع وفرصة أخرى مهدورة هالمرة من الطيفي. نلعب دقيقة 68 وليد برسلو يمرر في اتجاه كسيكسي وهالأخير يخفق في وضع الكرة في الشباك بعد نجاح الحارس في التصدي. المباراة أصبحت الهجمة بهجمة. العمدوني من جانب الأولمبي البيجي من اليسار ينطلق يوزع ورأس تتويت ينجح في إبعادها أنور فضيل. محاولة جديدة للضيوف أحمد خليل من خارج المنطقة يصوب كرة قوية ومرة أخرى التألق يكون من جانب أنور فضيل. فريق اتحاد تطاوين يطالب في اللقطة هذه بضربة جزاء بعد التحام بين المدافع وفرحات كسيكسي داخل المنطقة لتأتي بعدها آخر محاولة للمحليين من مخالفة نفذها المسعي ورأسية الهاتفي فوق العارضة الأفقية بقليل. الحظ ما كانش محالفنا اليوم، عملنا كل شيء، تعبنا عليه الماتش هذايا باش ناخذوا 3 بوان، لكن هذيك احكام الكوره معناتها ما وفقناش ربي. كان دي مومون فور بالنسبه لنا احنا، خذينا الماتش ضيعنا فرص كيف الاولمبي الباجي دومينا براتيكمون ديزيميتون، خلق كيف الفرص كانت متكافئه، جينيرالمون المقابله كانت متعادله وتعادل عادل بين فريقين هذول. سي صالح، تعادل سلبي بين زوز فرق وزوز فرق يبقوا دون انتصار واتحاد تطاوين مازال ما سجل حتى هدف. بالضبط، مهم خلق الفرص لكن الاهم هو ترسيم الفرص. اتحاد تطاوين رغم الهزيمه الاسبوع الفارط شكرناه، الفريق هذا صعب وشرس فوق الميدان نتاعه، يلعب بروح قتاليه، لكن ربما اداره النادي ما عرفتش تتعامل بكل احترافيه باش تخلي اللاعبين بعاد على
الاضرابات اللي هذه بكل صراحه في رابطه محترفه ماذا بينا ما عادش راه نقطه ونرجع للصفر. بالنسبه للباجة فريق يعرف مليح اللي في تنقل صعب التطاوين اللي منقوص مع عديد اللاعبين حب يعود بثلاثه نقاط، لكن يظهر لي المقابله مشات شوط بشوط، شوط اول سيطر عليه التطاوين بالطول والعرض، الشوط الثاني يظهر لي قريب مليح الهادي المقراني الاسلوب التكتيكي واستراتيجيه الهادي المقراني هي اللي ربما ساهمت في التعادل اللي بالنسبه لي نقطه في تطاوين تعتبر انتصار شخصيا حسب معرفتي بالاجواء الخاصه وبطريقه اللعب نتاع المنافس اللي هو تحت التطاوين. فينالمون سانتاز والريكاب تعادل عادل بالنسبه لتطاوين، وباجا باجا قادر على ما هو افضل، تطاوين ربما لازم يتعاملوا اكثر بعقليه احترافيه اذا يحبوا يضمنوا مكان مريح في الرابطه الثانيه. يعني نقطه تشوف عندي ترضي اولمبي الباجي اكثر من اتحاد تطاوين؟ شرس اتحاد تطاوين فمش مسهل، مش سهل مش سهل ترجع بنقطه من صعيب اتحاد تطاوين اللي يلعب في بيته. باهي عادي مجدي بالحاجة علي، حكم نعرفوه مش أول مرة يزفر، حكم باهي برومي وعمل مباراة ممتازة. اخترنا في المقابلة هذه لقطة، شوف محمد علي كما اللي ريناها في مباراة اللي على الكرة اللي تضرب على البار، شوف محمد علي ما تنجمش زاد كيف معناها الكرة تجي من غادي هوني كرة ما خرجتش، ما تنجمش الكرة معناها تكون هي البرة وتضرب في المونتون من داخل، يعني شو من داخل بريسك من داخل وترجع في وسط التيران تكون هي جايه من برا، امبوسيبل. اوكي معناها المساعد هوني كان قراره غلط في اعلانه على خروج الكره من الميدان. لقطه اخرى محمد علي زاد كيف فهمني قراءه جيده من الحكم، شوف الكره كانت ديستانس دو جو بين ديفونسور والاتاكون، وكان ديفونسور يكوفري في الكره نتاعو، وكانت معناها لقطه عاديه وما كانش ثم ضربه جزاء لفيت مهاجم تطاوين، والحكم قام بالواجب، وهذا ما عندنا في المباراه هذه. مباراة أخرى هي الأولى بين زوج فرق في الرابطة المحترفة الثانية، هي مباراة نادي كرة القدم بالحمامات وستيج الزونة، مباراة حضر هنا شفيق بوقرة هشام بن يعلى ونضال عروة. بعد هزيمة في الجولة الأولى على ميدانه ضد اتحاد المنستيري، يستقبل نادي كرة القدم بالحمامات في ثاني لقاء الرابطة الثانية فريق ستير جرزونة المتعادل وفي رصيد نقطة أمام الملعب الصفاقسي. اللقاء ينطلق بفرص قابلة للتسجيل، وكل فريق يريد استغلال هفوات المنافس، ولكن برشا تسرع مع تقطع في اللعب، المهم هو الوصول في أسرع وقت ممكن لمرمى محرز حسني أو سليم الكوكي. ومخالفة محمود النهدي من جانب السير جرزونة تلخص 25 دقيقة لعب في الشوط الأول. أبرز فرصة تأتي مع أواخر الشوط الأول، بلغ يصوب ومدافع سير جرزونة ينقذ الموقف. فترة أولى للنسيان مع مستوى أقل من المتوسط لزوز فرق، مع أسبقية في عدد الفرص واحتكار أكثر للكرة لجمعية الحمامات في انتظار تغيير في النتيجة في الفترة الثانية. ولكن صورة الأسبوع تأتي من ملعب الحمامات، مدرب السير جرزونة مختار ترابلسي المعاقب يقدم في توصيات للاعبيه خارج حجرات الملابس وفي زاوية من الملعب. مختار معاقب حطوه البرة مع الجمهور، ما عطاوناش الوقت باش يدخل الفيستير نتاعو، اغتنمنا الفرصة هيك ظروف تحتم علينا، اون بليس الفيستيرات نتاعهم ريناهم يعني نتاع سامحني بالكلمة نتاع هوند بول ماهيش نتاع كيب تاع فوت 3 متر ولا 2 متر، اون بليس كلاونا في الوقت باش يحلوا السي مختار باش يدخل. ينطلق الشوط الثاني، مسلسل التقطع في اللعب يتواصل من جانب السير جرزونة. أبرز فرصة للتسجيل كانت من جانب نادي كرة القدم بالحمامات، ورأسية علان بيلي تامر فوق المرمى. 20 دقيقة لعب في الفترة الثانية، ضغط من الحمامات، توزيع من الجهة اليسرى، كرة تصل للمهاجم هيثم ساسي، تصويبة وهدف التقدم للحمامات. نادي كرة القدم بالحمامات وبعد تسجيل الهدف يستغل صعود فريق ستير جرزونة للهجوم ويتحصل على مخالفة قريبة من مناطق 18 متر، وكاد منتصر الحفيظي باش يضيف الهدف الثاني والحارس سليم الكوكي بعد الكرة. فرصة التعديل لستير جرزونة، وسيم العبدولي والحارس محرز حسني فسخ فرصة هدف محقق.
أو الفوز لنادي كرة القدم بالحمامات بكثرة الفرص خصوصا في الشوط الثاني مع مزيد التركيز في الجمال الكروية لصنع الخطر وتهديف. في المقابل فريق ستير جرجونة لازم يمن بإمكانياته ليصنع الفارق في بقية اللقاءات. الجمعة اللي فاتت تعديت برشا ظروف خايبة، نحن رديناها خايبة، الحمد لله ربي جات الفيكتوار نتاعنا اليوم، وحبينا نبدأ بتروبون اليوم باش نبدأ نبنيهم اليوم. معناتها كنا نجموا معناتها نخرجوا خاسرين ولا نخرجوا عاملين نول، فهمت كيف؟ لا ركزنا حطينا مخاخنا وحبينا معناتها اكل الشك في الماتش الاولاني، خاطر الماتش الاولاني لو ما ربحناش من السير، الماتش الاولاني ربحنا احنا خسرنا رواحنا بالتنرفيز وعلى اعصابنا وحبينا نقتلوا الماتش فيسا. كي اليوم ركزنا وركحنا ودارت الفرص كاركتير نتاع الجمعيه اللي احنا نجموا نوصلوا بعيد بها ان شاء الله. حبينا نعملوا نحن البريدونس ديفونسيف، لكن في ان وقته اللي ما مشاش هو وقت الكره طلعت لقدام ما لقيناش لا التكونات نتاعنا باش يشدوها ويرتحونا ويخلوا الديفونس يتنفس. هذا الكره ضايعه الكل، عاودوا رجعونا وقعدوا الحمامات يلعبوا يعني في الكوم نتاعنا حتى يسجلوا الهدف. كل صراحه يستحقوا الانتصار نتاعهم الحمامات، نحن علينا برشا خدمه ما نخجلوش من هذايا. به قبل ما نمشي للمباراة، حسين بن سدرين المدرب السابق للسبورتينغ بن عروس عادل يتفاعل معاك في لقطة ضربة الجزاء في مباراة غرومبيليا وقربها، قالك مادامهم زوز مدافعين علاش الورقة الحمراء، يعني ما فماش فيهم آخر مدافع، زوز مدافعين في نفس الخط، دونك لهنا يعطي ضربة الجزاء وما غير ورقة حمراء. هو كان ما صارتش معناها مخالفة على المهاجم اللي كان هو متقدم عليهم، وقت اللي دخل لونتر دو كان متقدم عليهم، وكان هو يقصد فما زوز مدافعين في نفس الخط. وقت اللي ما تصيرش عليه مخالفة يكون فاسو بيوت، وهوني يا حسين يولي اون اوكازيون نيت دو ماركي ان بيوت، وكان فمني الجوار كان الميتريز لابال. اي هاي اللقطه نعاودوا نشوفوا فيها كان الميتريز لابال هون يغزر، هون وقت اللي يخرج توا يفوت لي دو جوور ما يصير عليه حتى كونتاكت، يولي فاسو بوت، يولي هدف محقق، يولي هدف محقق. قلت ما فماش اخر مدافع، زوز مدافعين في نفس الخط، زوز مدافعين لما صارت عليه الغلطه، وكان ثم اعاقه في معناها وتنحى اي معناتها حتى المدافع متفاهمين فما ضربه جزاء، لكن يقول لك ما غير ورقه حمراء لان المدافعين حتى اذا كانت توقع مخالفه فانه فما زميله مغطي عليه معاه في نفس الوقت، دونك انا ما غير ورقه حمراء. في روح احنا روح القانون نعرف اللي يلزمه فاسو بوت، يلزم ان جوار، يلزم لو ديرني ديفونسور. لهنا محمد علي اقراها لي وحدك، اون فوا فات لي دو جوار هذم شنو اللي يولي فاسو بوت، يولي توليت عنده اون اوكازيون نيت دو ماركي ان بوت، فرصه محققه في تسجيل هدف، وصارت عليه الاعاقه يعني ورقه حمراء للنمرو 15. بالنسبه لي انا ورقه حمراء للنمرو 15 كان هوني يخرج فاسو بوت، وكان ثم هدف محقق. يعني معاه زميله ولا ماهوش زميله؟ الميتريز الكره كان معناها مستحوذ على الكره، كان فهمني معناها باش يسجل هدف محقق. وانا كنت متواجد بحذا الركنيه نتاع وين صارت العمليه. معناها كنت عايش في وسط المباراه، مانيش عايش بالصوره هذه. يعني كنت شاهدت المباراه في المباراه بالطبيعه. نسلموا على حسين بن سدرين كان موجود معنا في الموسم الفارط، وان شاء الله وقت اللي يبدا في تونس يجي ويحضر معنا، وبالتوفيق ليه في تجربته الجديده خارج حدود الوطن. المباراه اللي بعد نرجعوا للمباراه، مش المباراة اللي بعد، مباراة نادي كرة قدم بالحمامات وستير جرجونة، ونادي كرة قدم بالحمامات سي صالح يتجاوز هزيمة الأسبوع الفارط ويحقق انتصار مهم لبقية المشوار. بالضبط، يظهر لي في كرة القدم فما دو استراتيجي دو جو، تو فا معناتها ديفلوبي اي كونستروي لو جو واحد، وتو فا بلوكي اي كونتري، هذوما لا ثالث لهما في العالم، هذوما زوز طرق اللي نلعبوا بها. بالنسبة لستير جرجونة اختار طريقة ثانية بلوكي اي كونتري. جي حضر معناتها سيستم ديفونسيف، حاول يضيق المساحات، حاول يعمل التفوق العددي في الحاله الدفاعيه، لعب على الكره الثانيه، لعب في لو دويال وين فما القوه البدنيه، وين فما الثنائيات الهوائيه والارضيه، لكن في المشكل كان مستوى ضعيف على مستوى ترانزيسيون، انتقال، ما هو فما قلنا تو فا بلوكي الكونتري، الكونتري مش موجوده عند جرزونه، ما لعبوش الكونتر، فهمت معناتها اكتفوا بالدفاع، لا شيء غير الدفاع. بون لهنا بالنسبه للجرزونه دفاعيا قابت مقابله محترمه نسبيا، لكن على المستوى الهجوم كانت غايبه،
والتجات معناتها مازلت ما عملتش هكا لادابتاسيون مش جايه من الرابطه الثالثه مازلت ما اندمجتش في الرابطه الثانيه الامور تختلف. بالنسبه للجرزونه يلزمها تركز اكثر على الميدان تاعها ويلزم تاخذ ثلاثه نقاط تلوج ثلاثه نقاط خارج الديار مش مشكل كي تخسر واكثر من هكاك لازم تعزز حتى شفتها زوج مقابلات سواء مع الملعب الصفاقسي والا المقابله هذه بكل صراحه في على المستوى الهجومي ما توجعش بلغه الكوارجيه. بالنسبه للحمامات يظهر لي عرفت كيفاش دور صفحه بسرعه المقابله ما كانتش على مستوى كبير كانت خير من المستير معناتها المستوى الفني اللي قدموه لكن الفريق جرزونة سهل المقابلة على الحمامات. هيثم ساسي اللي حكينا عليه واللي أربك الدفاع الاتحاد المستيري يبدأ أساسي وهو اللي يعمل الفارق بهدف جميل وهذا جميل جدا. يظهر لي حسن القابسي عرف اللي الكرة تلعب على المستوى الثاني لازمك ثلاثة نقاط باش تدخل في الفرضية الإصلاح وتحسين الخطوط والتماسك بين الخطوط بالطبيعة يلزمها شوي وقت. بالنسبة لجرزونة يظهر لي هزيمة ما تنقصش من إمكانياتهم لكن يلزم يقضى بكل واقعية باش الفريق يحافظ على مكانه في الرابطة المحترفة الثانية. به عاد شو في المباراة هذه عملها اللي عملها عيادي أمير كان معناها بالحق معناها إجمالا كان عمل مباراة باهية. تعرف محمد علي في المباراة كرة قدم فما ناحية إدارية وناحية فنية احنا تو باش نمشيو للناحية معناها الإدارية اللي بالمناسبة معناها كان ثم مراقبين زوز مراقبين اللي هو محمد بن مسعود وعبد العزيز الكودي وكي نعرف انا محمد بن مسعود هذه حاجه ماهيش غريبه معناها باش نشوفها في المباراه هذه كي نعرف محمد بن مسعود معناها الخبره الطويله في المباريات نتاع الاتحاد العربي ولا كذلك حتى في الكاف معناها في التنظيم انسان منضبط انسان وقت اللي يكون معناها في وسط المباراة ريناه حتى عملنا له حكينا عليه وناخذوا اللقطة الأولانية اللي فهمني أمور إدارية وشفنا الجمعة اللي فاتت معناها في الحمامات كيفاش كانت فهمني المان كورونت معناها ما كانتش مريقلة نشوفوها فهمني اليوم شوف محلاها فهمني المان كورونت معناها كيفاش الناس الكل قاعدين في الأبناك نتاعهم هذا فهمني من شأنه باش زاد نوهو فهمني زاد بالأمن وكذلك زاد بالمراقبين وبالحكم هذه في ناحية معناها إدارية في المباراة هذه. ناحية أخرى زاد إدارية نشوفوا هوني معناها تدخل من مدافع نتاع زرزونة وكيفاش ضربت في البيكي دو كوان وغزلك العمود نتاع الركنية كيفاش طاح وهوني فهمني باش ترجع الكرة شوفوا عمود الركنية فهمني معناها في مكانه ألور فهمني الحكم ما ترجع اللعبة إلا ما يكون عمود الركنية في مكانه فهمني معناها هذا من تجهيزات نتاع الملعب اللي يلزمها معناها تكون معناها هوني توا حكينا على زوز نواحي فهمني معناها إدارية جينا فهمني معناها سكي تريز امبورتون في مباراة كرة قدم نعرف وقت اللي نمشيو لفيسير نمشيو فهمني لي دو كلوب والحكام والحكم ما يخرج من الميدان الا ما يطمن على اللاعبين الكل فهمني معناها قدامه ومشاو الميدان هوني نشوف انا سير زرزونة هي فريق معناها هو الضيف والفريق الضيف انت خليته دخلت الفيسير وخليت فريق الضيف يوصل معناها في وسط الميدان معناها اللي قدر نعرف انا قلت لك معناها امور امنيه أمور 5-5 الضيافة زادة كيف تاع الحمامات 5-5 لكن فهمني في القانون ما فماش لعب هوني معناها تخلي معناها سير زرزونة في وسط الملعب وفما جمهور ولو كان صار معناها اعتداء على أي لاعب هوني فهمني شكون باش يكون معناها موقف الحكم ما حقوش تخل ما تدخلش حجرة الملابس نتاعو ما دام الملاعبية تبليز باش يدخلوا اللي في السير نتاعهم ما يقولش انا سمعت في الفيتير معناها قالك ما يخلطش المدرب نتاعنا باش يدخل لا يدخل 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 هذه فهمني معناها وقت اللعب يعاود يخرج معناها على روحه اي معناتها الوقت شويه ما يخلطش باش والله يدخل والله سلامه اللاعبين قبل الديريكتيف نتاع سي ترابلز سلامه اللاعبين اذا كان رفضوا باش يدخلوا عادي يقعد بحذاهم الحكم هو اسمع احنا ديما ما فماش يرفض محمد علي ما فماش شكون يرفض راهو فهمني كلمه الحكم هي اللي باش تمشي ويسون اوبليجي باش يدخلوا معناها سلامتهم فهمني هذا ما فماش معناها باش واحد يرفض في الموضوع هذا ضحكني معناها كي تقول لي واحد يرفض معناها ما عنديش في قاموسي معناها باش يقول لك انا نحب نقعد ما فماش في القاموس هذا فهمني انسان يرفض انت معناها ماكش تو لوبليج باش يعمل حاجه اللي هي غالطه انت فهمني معناها لحمايته
فهمني معناها باش يدخل الفيستير. نجيو للقطه هذه محمد علي، الحكم يعلن على مخالفه خارج منطقه ال 16 متر وياخذ فيها اللاعب انذار، لكن وقت اللي نعاودوا نشوفوا اللقطه المدافع ما مسش مهاجم الحمامات اللي عمل سيميلاسيون، الوغ الانذار كان ينجم يمشي للمهاجم مش المدافع اللي ما قام حتى تدخل. نجيو اللقطه الاخرانيه محمد علي، معناها نشوفوا احنا بالقانون برك، معناها بالقانون شوف لهنا حارس المرمى يخلط روتار الكره من غير معناها شوف نعاودوها، بشوفوا نعاودوا في الواحد في الصوره بشوفوا كيفاش الكره مسها الاتاكون، من بعد فمني حارس حسني يخلط اون روتار ويدخل على مهاجم جرزونة، وكانت معنا ثم مخالفة اللي احنا بتتر ما نعطيهاش قيمة، لكن ثم مخالفة والمخالفة هذه ضربة جزاء ما يعلنش عليها الحكم، وهذا معنا في المباراة الثانية اللي انتهت بالتعادل السلبي، مباراة سبورتينج بن علوس وهلال المساكن، هي المباراة الخامسة بين الفريقين والثانية اللي تغيب فيها الأهداف، والثانية أيضا تنتهي بنتيجة التعادل لهلال المساكن. المباراة تحضرها طارق الساحي، باسم الغراري، وتركيب لطفي المهاجر. أجواء احتفالية عاشها ملعب بن عروس بمناسبة سبعينية تأسيس نادي سبورتينج بن عروس. مباراة رفع الستار كانت بين قدماء سبورتينج وقدماء النجم الرياضي الساحلي. تأسيس الجمعية هو نهار 16 جوان 1945، مسناه هو الموسم احتفالات بالسبعينية، يعني بداية الاحتفالات بالسبعينية. المقابلة اللي انتهت لفائدة أبناء عبد السلام عظومة على حساب أبناء مبروك فهمي 3-1 شهدت حضور وجوه رياضية مختلفة في أجواء منعشة. صافي بليزير اللي في السبعينيه نهنيو ساعه قبل كل شيء السبعينيه نتاع بن عروس، وهذا شرف لينا اللي فريق بن عروس يستدعى الفريق الفيتيران مش يلعب ان ماتش، يعني اون فيدريدو ماهوش فما حتى جمعيه توا تلعب لك ماتش اون فيدريدو. حبينا نظهروا التعاطف نتاعنا اللي كرياضيين مع الشيء اللي صاير معنا ديرنيرمون صار في سوسه، وهذاك علاش كانت المبادره نتاعنا جمعيه النجم الرياضي الساحلي، وان شاء الله النوادي الكل معناها نستدعاهم ونعملوا على منوال اللي عملناه مع النجم الرياضي الساحلي. بعد مباراه رفع الستار نرجو الاجواء بطوله الرابطه الثانيه في مباراة سبورتينج والهلال الرياضي بمساكن اللي عادوا في الجولة الفارطة من تنقلات الجابس وأريانا بالتعادل الإيجابي. بداية المباراة كانت ضعيفة من الزوز فرق، وتقريبا ما شاهدنا طيلة نصف ساعة كان نقص التركيز والاندفاع البدني والإصابات من الجانبين. انتظرنا للدقيقة 30 باش نشوفوا أول تهديد، وكان للحارس محرز الفضلاوي. عثمان السعيدي يفتك كورتو يتجاوز الدفاع، عمل كل شيء لكنه ما خداش وقته في التصويب. سبورتينج يدخل في المباراة وانيس الترابيسي بتصويبة قوية يتجاوز الدفاع، والقائم ينقذ مرمى عماد الكافي. عماد الكافي يتجاوز مناطقه يرتكب الممنوع، والحكم محمود الدحماني يعطي المخالفة لسبورتينج ويكتفي بإنذار حارس الهلال. التنفيذ بشكل مباشر من عبد الستار شوشان ما جابش الاخطر. البناء الهجومي كان ممتاز من وسام معمر، لكن اللياقة البدنية خانت هجوم الهلال لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. الشوط الثاني تحسن فيه مستوى المقابلة بشكل تدريجي، الهجمة لأبناء بن عروس، أنيس الترابيسي سدد، كورتو تجيب ركنية، ومحاولة التنفيذ بشكل ثنائي ما كانتش موفقة من خليل مرعي. ركنية أخرى كادت تجيب الخطر، الترابيسي نفذ وخليل مرعي كان قريب من الهدف. منعرج المباراة يجي في دقيقة 15، هيثم قلول هو اللاعب السابق للهلال يقوم بالخطأ، والانذار الثاني يساوي الأقصى. عثمان الشهابي يستغل الفراغ في دفاع سبورتينج ويعزز خط الهجوم بأحمد بالطيب. الظهير الأيمن زياد النيلي في المعاضلة الهجومية وبارتماء رأسية كاد يسجل سبورتينج. أنيس الترابلسي يعكس الهجوم، يجهز زملائه وبقرار فردي يضيع فرصة التسجيل. المنعرج الثاني يجيب الإقصاء الثاني، أسامة معمر يبالغ في التمويه، لقطة خلت الحكم محمد الدحماني ما يترددش في طرد مهاجم الهلال. ثنائي الدفاع عصام جابر وزياد النيلي ينزل الهجوم،
والفرصة تضيع مرة أخرى. عثمان السعيدي في الجهة المقابلة يتجاوز الدفاع، ومحرز الفضلاوي ينقذ مرماه من هدف محقق. أنور المناعي في موقع مناسب، وتسديدته الرأسية كادت تكون حاسمة في اللحظات الأخيرة. عثمان السعيدي أفضل لاعب في الهلال عمل كل شيء، سدد، والقائم الأيمن ينقذ محرز الفضلاوي من هدف قاتل. فرصة أخرى في الوقت الضايع، السعيدي وزع، البديل أحمد بالطيب يسدد على الطاير، ومحرز الفضلاوي ينقذ فريقه. غياب التركيز يتواصل على عبد الستار شوشين في الجهة المقابلة، والمباراة تنتهي بنتيجة سلبية مع عكستش خاصة لمستوى الهجوم الرفيع للشوط الثاني. المباراة الحقيقة كانت يعني ممتازة، كان فيها لعب، فريق بن عروس فريق محترم، ولكن احنا مرة أخرى نضيعوا معناها الانتصار اللي كنا معناها ممكن جديرين به حسب اعتقادي انا، لا اكثر ولا اقل. محتاجين الانتصار، ومحتاجين معناتها الانتصار الاول في الشامبيونات، مي هذيك احكام الكوره معناتها، لازمك اذا كانت تحب تاخذ معناتها تربح لازمك تاخذ شويه ريسك. كنا نجموا ناخذ نربحوا كما كانوا نجموا نخسروا، مي هذيك هي معناتها مقابله كانت طيبه معناتها مشيرتين. ألف مبروك سبعينية سبورتينج بن عروس، بارك الله 70 سنة كاملة، فريق كبير، فريق عريق، وشفنا أجواء كبيرة سبقت المباريات. إن شاء الله مزيد من التألق، مزيد من النجاح لسبورتينج بن عروس، فريق بارك الله خارج أسامي كبيرة إن شاء الله. كل عام وسبورتينج بن عروس وأحباء سبورتينج بن عروس بألف خير. ماهر كنت حاضر فيها المباراة، مباراة يظهر لي الفرص المهدورة بامتياز، رغم جمالية المباراة، رغم الفرص الكبيرة ما سجلوش فيها أهداف. جمالية الشوط الثاني، لكن الشوط الأول كان بالنسبة لبن عروس شوط للنسيان. لا فيريتي، بدا المقابلة ما استغلش عامل الميدان لا عامل الجمهور، لا النقطة الإيجابية اللي جابها من قابس، بدا بطريقة 3-5-2، ممكن هذا العائق الوحيد اللي استغله فريق مساكن هو أكل الأظهر اللي كانوا فارغين مع لاعب كيما عثمان السعيدي، لاعب قوي في البركسيون، لاعب سريع، عمل مشاكل كبيرة اللاعب صافي بولبابا واللاعب المدافع جابر. لهنا بالنسبة نحب نقول على هلال مساكن، انا تفرجت فيه للمره الثانيه، شاهدته مع اريانا وشاهدته مع بن عروس، فريق محترم لليني نتاعو السعودي، قوي في الكونستركسيون، يلعب كرات قصيره، ينوع في اللعبه نتاعو، لكن عيبه الوحيد هو عمل شوط اول محترم جدا، وما حسسناش اللي هو يلعب للمره الثانيه انه يلعب الاكستيريور. فريق محترم بقياده كمون في الواحد والسعيدي في الهجوم. لهنا العيب الوحيد انه يقدم اداء طيب، وعيبه انه ما يسجلش، يعني المرة الثانية في أريانا وفي بن عروس أنه ما يسجلش. ضروري عثمان السعيدي أنه عمل كبير قدام المرمى، لاعب سريع، لاعب يقوم بكل شيء، لاعب يجلب الانتباه، وإن شاء الله يكون عنده هذا مستقبل كبير، لكن ضروري أنه يعمل أكثر، خطر تعمل كل شيء أونفا ما تسجلش، هذا مشكل. شوط ثاني كان شوط المدربين، يعني بريسك لطفي جبالي من البداية غير 4-2-3-1 ديفونس بلات، ما خليش يعرف اللعيب نتاعه أنه في الأروقة. لهنا صار المشكل، لهنا وين خذت عليه الفريق مساكن الأولوية، غير، وبعد يعني من با 5 مينوت تصاب اللاعب صافي بولبابا، رجع قولوا له للخط الدفاع، ودخل اسكندر مجبوره، معطاه اكثر حركيه، معطاه اكثر لعب للقدام. من هنا بدينا نشوفوا في فرصه بفرصه بين الفريقين، ما عادش عارفين شكون باش يسجل، يعني لهنا فريق مساكن ولا يتقاسم في المقابله، وقت اللي هو كان من البدايه كان النجم يقتل، رغم انه فريق بن عروس خلق فرصه، لكن فرصه فرديه. لهنا ولينا نشوف فرصه بفرصه، بعدها جات الورقه الحمراء للاعب قلولو، وهذا كولهان اللاعب عثمان السعيدي اللي قلت بوان فيتاس نتاعو، كول ورقه حمراء، ورقه حمراء يعني بريسك، بعد الورقه الحمراء خرج ورقه حمراء ثانيه، بقينا نشوفوا في نفس الواحد بريسك، يعني المقابله كانت شوط ثاني كانت فرصه بفرصه، يعني في 30 سكوند، يعني هجمه بهجمه شوط في كره، ما عادش عارفين في الاخير، يعني كانت جميله جدا، ما كناش عارفين شكون بيسجل وشكون اللي باش ينتصر. تعامل ايجابي، زوز مدربين تعاملوا في الشوط الثاني، سيرتو لطفي جبالي كيفاق بعيب الفريق نتاعو وغير، لكن لهنا النقطه السوداء انه في كل مقابله راه ورقه حمراء، ورقة حمراء شفنا في المقابلات الكل، وهذا ما ينجم يقلل كان من الفريق، وما ينجم يخسر كان في الفريق في بعض العناصر البارزة كما قلولو، ولو أن هي يعني فوت تكتيك، لذا الفريق الكل بريسكي ضروري الانضباط ويراجعوا أنفسهم. برشا برشا، سبعة ورقات حمراء في الجولة هذه، وستة في الجولة اللي قبلها، برشا 13 ورقة حمراء في زوج جولات، برشا برشا.
عاطف. نضم صوتي لصوتكم ونتمنى معنا عيد نتاع السبورتينغ بن عروس سبعينيه سبورتينغ بن عروس سبعينيتهم اللي بالمناسبه معنا كنا في المباراه هذه شفت معنا وجوه اللي بالحق من اللاعبين نتاعنا القدم معنا واحد ذكر ايامات في كالعاده محمد علي واحد ما ينجمش يقعد معنا كل ما على غالب فهمني الحكم عمل مباراه باهيه معنا مش من عوايدنا فهمني انه نشكروا الحكام لكن في المباراه هذه سي محمد دحمان عمل مباراه ممتازه جدا وكيف زاد في الامور الاداريه اللي كيف زاد معناها نتوجه زاد بالشكر للامن اللي موجود زاد في بن عروس كانت فهمني المان كورونت معناها ما فيه حتى زايد معناها نمشيو للقطه الاولى لا نشوفوا اللقطه الاولانيه لا عندي اللقطه اللي قبل هذه باش نوري اللياقه البدنيه نتاع الحكم تفرج الحكم وين محمد علي في 16 متر 50 شوف معناها الكره قداش فهمني تقطع معناها التيران بريسك 80 متر شوف الحكم معناها هذا راهو سيتي معناها يمكن راهو في اخر المباراه معناها فهمني وشوف الاربيتر معناها باش ترجع الصوره شوف اللياقه البدنيه وسرعه معناها اللياقه البدنيه ممتازه زاد هذه اللياقه البدنيه ممتازه معناها نتاعو اللي خليته يرى لقطه كيما هذه ويفيق معناها بالسيمولاسيون نكملوا الصوره ونشوفوا كيفاش لهنا الصوره كيفاش فوالا هوني شوف اللاعب معناها عمل سيمولاسيون تاع وحده من غير حتى كونتاكت مع حارس المرمى والاربيتر عطاه فهمني لافيرتيسمون نتاعو والورقه حمراء معناها اللي كانت الدوزيام افيرتيسمون كانت ورقه حمراء هذا معنا في المباراة هذه. باهي المباراة قبل الأخيرة اتحاد سبيتلا جمعية أريانا أول مباراة بين الفريقين في الرابطة الثانية وهذه أسوأ حصيلة منذ 30 سنة للجمعية جربة تحديدا منذ 85-86 ما حققش جمعية جربة زوز هزائم في الزوز جولات الأولى وأيضا يقبل 6 أهداف هي أسوأ حصيلة أيضا لجمعية جربة اتحاد سبيتلا جمعية جربة مباراة حضرها رؤوف الجباري شهير الكافي وتركيب نزال العروة. مواجهة اتحاد سبيتلا وجمعية جربة كان عنوانها تعويض البداية المخيبة للفريقين. اتحاد سبيتلا يبقي هذا الموسم على نفس الإطار الفني بقيادة زهير الغضبني. فالمقابلة الجمعية تختار الفني ناجي جراد خلفا للمدرب أنيس الباز. الفريق معناتها تسلمت الامور نتاعو الفنيه في عندي تو 4 ايام ان شاء الله معناتها المجموعه تكتمل خاطر عندنا العديد من الغيابات الاسبوع هذا ان شاء الله تكتمل المجموعه ونخدموا على رواحنا ونتاج توجيه بطبيعتها. قبل ضربه البدايه سجلنا تدوين احترازين من المحليين على خلفيه قرار اداري من جامعه كره القدم بمنع جمعيه جربه من الانتدابات. والجمعيه تدون احتراز ضد 4 ملاعبين من اتحاد سبيتلا بدعوى عدم استيفائهم لعقوبات من الموسم الفارط. المباراة تنطلق بنسق مرتفع من جانب المحليين اللي سيطروا على منطقة وسط الميدان ونجحوا في تهديد مرمى الضيوف في عديد المناسبات ما أثمر هدف مبكر بعد مرور ربع ساعة لعب عن طريق حمزة السلامي بطريقة ممتازة. هدف يعطي ثقة أكبر لأبناء الغضبان اللي واصلوا بنفس النسق الهجومي بتناغم كبير بين الخطوط الثلاثة طيلة نصف ساعة الأولى. دقيقة 40 نسجلوا أول عملية هجومية منسقة لأبناء إجراد الكرة دور كما يلزم التوزيع في اتجاه أمين فرحات داخل مناطق الجزاء ولمسة أمين فلفول ترجع المباراة لنقطة البداية. في الشوط الثاني المحليين بنفس النسق ولكن بنجاعة أكثر. 3 دقائق فقط ركنية وراءها بلال النفطي تدخل غير موافق من الحارس أيمن زيدان وعمارة السويدي يتكفل بإمضاء بقية فريقه في اللقاء. 10 دقائق في الشوط الثاني حمزة السلامي بإصرار كبير داخل منطقة الجزاء يستميت على الكرة ويحاول التمرير والكرة تلمس يد قائد الضيوف لمجد الجريتلي والحكم خالد جويدر يصفر ضربة جزاء. نفذها محمد عمارة السويدي وتصدي كان ممتاز من أيمن زيدان لأجل حسم نتيجة المباراة. تأجيل لم يدم سوى 3 دقائق بعد ما تمكن زملاء السلامي من الإمضاء لثالث الأهداف إثر عمل متميز في وسط الميدان من محمد البوزيدي اللي عمل كل شيء والعب في ظهر الدفاع والبقية يتكفل بها المهاجم بلال الرياحي. ما تبقى في المباراة ورقة حمراء في الدقيقة 27 في وجه بلال الرياحي مهاجم سبيتلا بعد تلفظه بعبارات لا أخلاقية ومحاولات فردية من الضيوف لم تغير نتيجة المباراة.
تدريبات مهمه وظهر لي تعبنا عليهم بالباهي بالباهي وحضرنا لهم طيله الايامات اللي فاتوا الكل. مقابله كانت شوط اول كنا متوازنين في اللعب، كنا موجودين على الميدان بالكدا كما يلزم، لكن الشوط الثاني اللاعبين كان فما ضعف على المستوى البدني خلينا تراجعنا شويه، كذلك فما اللاعبين قاموا باخطاء بدائيه، نعتبر اخطاء بدائيه في فريق محترف وفريق نازل من الرابطه الاولى. مباراة فيها كرة فيها أهداف جميلة ماهر وحصيلة سلبية بأتم معنى الكلمة جمعية جربة كما قال المدرب وقال لكم لاعبيها نازلين من رابطة محترفة الأولى يلزمهمش يغلطوا أخطاء كما يقاموا بها. أنا نبدأ منه في المدرب ناجي جراد بريسك في الديكلاراسيون تاعو قال يعني كان فما ضعف بدني يعني في آخر مقابلة ونحوصل الظروف الكل اللي ما تخلي انه باش يكون فريق جربه فريق فراجيل ويقبل ثلاث اهداف بالطريقه هذه بدايه الشوط الاول بدايه الشوط الثاني. هزيمه على الميدان 3-1 فما نقص عددي في اللاعبين، فما برشا بريسيون على اللاعبين، تغيير مدرب، دخول نجي جراد يعني بريسك درب الفريق اربع ايام برك ماهوش قادر كان باش يخدم على المستوى الذهني، المستوى الذهني حتى لو ما تكونش حاجه كبيره، ومع التصريح اللي قالوا ان الفريق ينقصوا يعني على المستوى البدني طاح، هذوما الكل عوامل تخلي الفريق يكون فراجيل وديجا يعني كانت سيطرة كلية بريسك للفريق اتحاد سبيت اللي كان منهزم في الجولة اللي قبل هذية، يعني خليه يبدا المقابلة بهدف أول من ربع ساعة الأولى بهدف جميل وجميل جدا يعني شفناه من قصية، ثانيا رجعها رغم هذايا رجع فريق جربة وسجل هدف، لكن دوبي من الشوط الثاني يعاود يقبل الهدف الثاني اللي بريسك خرجوا من المقابلة الكل، هذا اش قلت لك العوامل السلبية تخلي ليكيب فراجيل ما ينجمش يحضر المقابلة نتاعو كوم الفو، والنتيجة كانت عريضة نوعا ما سواء اللي تحصل عليها في جربة سواء اللي خسر المقابلة خسر في سبيتلا. ستة مباريات برافو لسبيتلا انه يربح ب3-1 افيك مانير. عادل والله محمد علي كثرت انا بالله بالشكر ما فريمون انا شفتوا الماتش الكل خالد قويدر عمل مباراه ممتازه حتى في اعلانه على ضربه الجزاء هذه شوفوها معناها ضربه جزاء صحيحه لمس الكره معناها باليد كان صحيح وكان الحكم قريب من العمليه والاعلان على ضربه جزاء ما فيهاش كلام برافو للحكم برافو صراحة لكل الحكام اللي قاعدين يديروا في مباريات مباريات ممتازة للحكام. آخر مباراة مباراة كرة حديد الصفاقسي ومكارم الوهدية وانتصار مكارم الوهدية خارج قواعده هدفين مقابل هدف، هذا اللقاء رقم 13 بين الفريقين للمرة الرابعة والثالثة بنتيجة 2-1 تفوز مكارم الوهدية ضيفة على كرة حديد الصفاقسي. مباراة حضرها مهدي قاسم عمر بن جيرات وتركيب ملك الحر. صورة الأسبوع للرابطة الثانية كانت من ملعب ثمارس واحد بصفاقس، جمهور الرلوي رغم هزيمة فريقه صفق على أبناء المكارم على حسن أدائهم وعلى انتصارهم المستحق. هات نرجعوا المقابلة من بدايتها، لا حديث في العائلة الموسعة للرلوي إلا عن الإصابة الخطيرة اللي تعرض لها الأسبوع الماضي اللاعب الشاب عبد القادر الحمروني في لقاء الحديد الصفاقسي واتحاد تطاوين. أجرت له عملية في اليوم هو بيدو فهمتي، الحمد لله رب العالمين كانت الإحاطة به كبيرة، نشكره ناخذ فرصة صغيرة باش نشكره سي حبيب داود اللي كان واقف معانا وقفة كبيرة وخذاه يعني لابري اون شارج من الأول من اللي ضرب. أبناء المكارم ضغطوا منذ اللحظات الأولى، كلمة السر المدرب محمد علي بن نور كانت البريسينج وتنويع العملية الهجومية. أداء ممتاز لأبناء المكارم في ظل الاستمرارية منذ الموسم الماضي على مستوى الرصيد البشري والإطار الفني. العملية تنوعت لكن الإشكال في الفينيش. هدف أبيض من وجدي بن فرج بعد رفع راية من مساعد الحكم الأول شمس الدين الذهبي. مروان القذامي جرب حظه هو الآخر لكن التركيز يغيب عليه في اللمسة الأخيرة. اللحظات الأخيرة من الشوط الأول سيطر فيها أبناء المكارم وحسن تمركز الحارس الشاب بلال عيادي حرمهم من الوصول لشباكه وتعادل بدون أهداف في شوط أول. ظروفه كانت صعبة وقاسية على كل زملاء الإعلاميين بملعب ثمارس واحد. الشوط الثاني كان بحق شوط الفرجة، نادر بوعجيرة يعتمد على إمكانيته الفردية وكاد منذ اللحظة الأولى باخت الحارس بلال عيادي وكرته جانبية محاولة أولى من القذامي وثانية من شادي عمري اللي صوب وغالت الحارس قريع 1-0 هدف خرج أبناء الرلوي من فترة الفراغ اللي مروا بها بهدف رائع بإمضاء اللاعب الشادلي العمري. 11 دقيقة بعد مخالفة للمكارم عدنان العوني في التنفيذ والمدافع محمد بن سعيد في غياب المتابعة الدفاعية ينجح في إعادة المقابلة بدايتها وتعديل النتيجة 1-1.
نسق اللعب يرتفع. أربعة دقائق بعد كانت كافية لأبناء المهدية بتوقيع هدف الانتصار بلوحة فنية الريشة فيها كانت للفنان إسليم دمة. تبعوا جيدا هالعملية، كرة تنطلق من الحارس قريع، تمهيد أمين بن حسن، وسليم دمة ينجح في مغالطة الحارس بلال عيادي وإمضاء الهدف الثاني. الحديد كاد يعادل النتيجة، وفي مناسبتين فرصة التعديل تضيع بكيفية غريبة. مروان القذامي ما كانش الحظ إلى جانبه وفرصة التعديل تضيع، وبلال وصيف ينسج على منواله ويعجز عن مغالطة الحارس الشاب قريع. انتصار مستحق لأبناء المكارم، في مقابلة أدارها بامتياز الحكم الشاب وليد المنصري، وهزيمة تطرح أكثر من سؤال على المشاكل الداخلية بعائلة الرلوي. العامل البدني كان محدد، احنا ظروفنا والتحضيرات نتاعنا اللي قمنا بها ما كانتش خلينا نكملوا 90 دقيقة. المقابلة اللي فاتت معناتها جريناها معناتها بشوية موتيفاسيون وشوية قليب. اليوم الله غالب ما نجمناش نحافظوا على هدف التفوق نتاعنا، كنا نجموا ندعموه. ركزنا بالباهي على التنشيط الهجومي، وأكثر الحمد لله وفقنا في تسجيل الأهداف وكنا انتصرنا، وإن شاء الله نحافظوا على الشيء هذا. صالح مكارم مهدي دارك زوج نقاط اللي خسرهم الاسبوع الفارط على ميدانه، وينتصر ضد فريق ماهوش فريق ساهل، سكاكر حديد صفاقس ينتصر عليه في ميدانه. كما قال مدرب السكاك قال لك بدنيا مازلنا ما حناش حاضرين 100% بسبب البدايه المتاخره للتحضيرات. جوستومون يظل الكره انصفت مكارم مهدي اللي كان خير على جميع المستويات بدون استثناء، اللي فرض الاسلوب نتاعه بالطول وبالعرض. ولو الهدف الاول معناتها نقص على مستوى التغطيه ونقص على مستوى المراقبه ونقص على مستوى قراءه الجمله الكرويه. بالنسبه للرلوي عليه مراجعه الحسابات، وكل صراحه الفريق كان خارج المستوى اللي نعرف اللي عودنا به سكاك الحديد صفاقس. سي عادل شو عندك المباراه؟ سي منصري وليد كان يخضع الامتحان، نجح في الامتحان نتاعو بشهاده حتى الرلوي اللي خاسره، وسمعت معناها حتى مهدي قاسم اللي زيكو اللي عندنا لقطه واحده في المباراه هذه عند انطلاق الكره ما عندناش الصوره كامله، الور ما نجموش نحكموا على الهدف الملغى لمكارم المهديه. واضح هذا اللي عندنا في المباراه هذه، حكمنا قطعي في المباراه اللي عندنا في المباراه اللي عمل فيها مباراه ممتازه سي منصري ولي. تحيه لكل الحكام صراحه اللي اداروا الجوله هذه من بطوله الرابطه المحترفه الثانيه. ايضا الجوله الاولى كانت ناجحه تحكيميا. نكملوا بالنتائج الكامله للجوله الثانيه. غرومبيلي رافي نادي القربي هدف مقابل صفر. نادي كره القدم بالحمامات ستيل زازونا هدف مقابل صفر. انتصار اولمبيك كيف ضد الملعب الصفيقسي هدف مقابل صفر. انتصار الاتحاد الرياضي من ستيل ضد جندوبه الرياضيه هدفين مقابل هدف. وانتصار اتحاد سبيتلا ضد جمعيه جربه ثلاثه اهداف مقابل هدف. بالنسبه للمجموعه الثانيه تعادل سبورتينغ بن عروس يدير المساكن 0-0. اتحاد سليانا ينتصر ضد جمعيه تاليانا 4-1. هزيمه سكاكر حديد صفيقسي ضد مكارم المهديه هدفين مقابل هدف. انتصار مستقبل جيب ضد امل حمام سوسه هدف مقابل صفر. وتعادل اتحاد تطاوين الاولمبي البيجي 0-0. بالنسبه للترتيب اولمبيك الكاف والاتحاد المنستيري 6 نقاط في المرتبه الاولى، هما زوج فرق اللي حققوا زوج انتصارات. ثم في المرتبه الثالثه اتحاد سبيتلا النادي القربي جندوبه الرياضيه وغرومبيليا الرياضيه ونادي كره القدم بالحمامات ب3 نقاط. في المرتبه الثامنه الملعب الصفاقسي وستيل زازونا بنقطه، وجمعيه جربه في المرتبه الاخيره ب0 نقاط، الفريق الوحيد اللي حقق 0 نقاط في المجموعتين زوج هزايم. بالنسبه للمجموعه الثانيه فما حتى فريق حقق زوج انتصارات. في المرتبه الاولى نلقاو اتحاد سلينا مكارم مهديه ومستقبل جابس ب4 نقاط. في المرتبه الرابعه سكاكر حديد صفاقسي 3 نقاط. في المركز الخامس سبورتينغ بن عروس الاولمبي البيجي هلال مساكن 2 نقاط. في المرتبة الثانية أمال حمام سوسة اتحاد تطاوين وجمعية أريانا بنقطة واحدة. شكرا لك سي صالح على حضورك معنا. ماهر وعادل مشكورين على حضوركم معنا، نتقابلوا الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم، دمتم أوفياء الوطنية الثانية وتصبحوا على خير.